فقرتنا الأولى تغذيتنا أهم. اليوم رفقة الدكتورة نوال حكمي. نوال السلام عليكم. ورحمة الله. لاباس عليك؟ أمورك هانية؟ الحمد لله بارك الله فيك. مرحبا بك على الشهادة. الله يجزيك بخير. ميرسي بوكو. مرحبا. إذا اليوم غنتكلموا على موضوع اللي هو مهم بما أننا ارتئينا نتكلموا على بزاف ديال المواد والخضروات والفواكه اللي كاينة في شهر تسعود، من ضمنها كاينة الباربة. الباربة أنا تنشوفها على كل العام على طول العام، ولكن اليوم غنتكلموا عليها ونديتاييو الباربة. مرحبا. ونشوفوا الفوائد ديالها المهمة، نشوفوا واش كتحتوي على الماء أو لا، واش نستهلكوها بكثرة أو لا، شكون الناس اللي يستهلكوها أو لا. غنبداو بداية دائما الباربة، الفوائد ديالها الأساسية. مشيو كيف كنقولوا بشوية بشوية باش هكذا حتى المستمعين كلهم نصيب باش أنهم يتواصلوا معنا. رقمنا دائما راه الإشارة 0522 36 0536. ماذا هناك؟ مرحبا. الوغ اليوم غنهضروا على او نتكلموا على البربه او البنجر او الشمندر او اللي كنقولوا باللغه الفرنسيه فهي البيتراف. هو نوع من الانواع طبيعه الحال النباتيه الجذريه بحال الجزر او بحال اللفس اللي كيتواجد بكثره عندنا هنايا في هذا الوقت اللي بوكو بلوس تيكون جينيرال ما بين شهر ماي وشهر سبتمبر. مزيان. هذا هي لا سيزون ديالته فريمون. مي حنا بطبيعه الحال كنشوفوها عندنا وكتواجد عندنا في المغرب الحمد لله على طول السنه بفضل التخزين ديالها بطبيعه الحال. الوغ داكشي علاش كنستافدوا منها الحمد لله على طول السنه. الوغ الباربا فهي فيها بزاف ديال الاصناف بطبيعه الحال، فحنا تقريبا كنصنفوها على حساب ثلاثه ديال الاصناف. مزيان. كاينه الباربا اللي كتكون نورمالمون هي خاصه بالتغذيه ديال الحيوانات. كاين نوع اخر ديال البربه او البنجر او الشمندر اللي كيستخدم بوكو بلوس في صناعه السكر. وعندنا طبيعه الحال البربه او اللي بيتخاف دو بوتاج او ذات اللون الاحمر الجميل اللي كنتغداو به طبيعة الحال وكنقدروا نستافدوا منه حنايا كاملين. ومتوجد عندنا اول شيء شكرا علاش، لان مرحبا تكلمتي على نقطه انا بداش انا صراحه ما كنتش عارفاها، اللي هي ان كاين واحد النوع ديال الباربه اللي هو مخصص للغنم والبهائم اعزكم الله وهذه الامور كلها. عاد كاين نوع اخر اللي هو حنا تنعرفوا الشمندر، هذاك الناس كيعرفوا اللي كنصايبوا به السكر، عاد باش اللي كناكلوا. انا عند بالي كاين يعني نوع واحد غير داك القشور وهذا هما اللي كنعطيوها للبهائم وغيرها. دونك اليوم قسمتي هاد ثلاث الانواع. جميل. راه هادشي علاش حنا خصصنا هاد الفقره، لان فريمون بزاف ديال الخضر كناكلوها او لا ما كناكلوهاش كنكونوا فاقدين او لا ما عارفينش او ما عندناش درايه اكبر، كناكلو غير باش ناكلو. توتافي. نعم. دونك نكملوا دائما في هذا الاطار بعد ما شفنا بعد لا فامي ديال الباربه. اجي نعاودوا نكملوا. الوغ بطبيعه الحال حنا كنعرفوا بانه الخضروات ديالنا والفواكه ديالنا كيف كتلعب دور كبير من مادام فيها مضادات اكسده كثيره وفيها فيتامينات. بزاف ديال الدراسات اللي هضرت كتقول لي ان بان الاستعمال المقنن ديالها كتحمينا من بزاف ديال الامراض ديال القلب والشرايين والكونسير وبزاف ديال الامراض الاخرى. واليوم كنتحدثوا بطبيعه الحال بشكل خاص على البربه او البنجر اللي عندها استعمالات وقائيه. مزيان. ومكمله في علاج بعض الامراض فضلا على المكونات بطبيعه الحال الغذائيه. مزيان. والغنيه. فهي على الرغم اللي زوين فيها هو ان القيمه ديال السعرات الحراريه ديالها قليله، واخا مسكره يعني واخا حلوه نو، ولكن السعرات الحراريه فيها قليله. فيها السكر طبيعه الحال. أيه. وفيها بزاف ديال المكونات اخرى اللي هي مفيده لنا، ولكن كنقدروا ندخلوها في الغذاء اليومي ديالنا بما ان سعراتها قليله. يعني ما كتخليناش انا نغلطوا بزاف. مزيان. دونك حتى الناس اللي داخلين في حميات غذائيه توتافي كنستافدوا منها بلا ما نخافوا مشاكل اخرى فيها. جميل. اليوم تنشوفوا معك على البربه معلومات جد مهمه، اكيد كل مستمع من السامعات اللي ربما الوليدات ديالهم او لا هما شخصيا كينفروا من البربه، فاليوم لكم نصيب باش انكم تعرفوا هذه المعلومات كلها تدخلوها في النمط الغذائي ديالكم. احنا البربه دائما بزاف الناس منا ربما داك لا كولور او لا داك ملي كيطلق الناس هادشي علاش كتهرب منه خاصه الوليدات الصغار. اليوم شتي الاهميه ديالو بحال بزاف ديال الاغذيه اللي تنقولوا انها مهمه من كتوقينا او كتحمينا من السرطانات او الانواع ديال السرطانات. اليوم باربا كذلك ملي تنشوفوا لا كولور داك الروج تنقولوا على امراض الدم يعني وامراض القلب والشرايين وغيرها. دونك مفيده لصحه القلب بطبيعه الحال والناس اللي عندهم فقر الدم بطبيعه الحال. غادي نهضروا على هذا واحد توتان باراغراف براتيكمون او ان شابيتر ديال توس كي براتيكمون الامراض اللي كتقدر توقينا منها هاد الباربه من غير ان داك اللون ديالها اللي كاين مي بوكو بلوس من هذاك اللون ديالها. بطبيعه الحال كاينين دي بيغمون كيعطيونا داك اللون الاحمر فوالا، ولكن كاينين مكونات اخرى مهمه في الباربه براتيكمون. فيها 90% ديال النسبه ديال الماء.
90 غرام بخاتيمون ديال الماء فيها الالياف فيها الهيدروكاربور فيها مواد معدنيه ككبريت والبوتاسيوم والكالسيوم والفوسفور والحديد غنيه بزاف فيها بزاف ديال فيها السكريات طبيعه الحال كالسكروز والجلوكوز والفركتوز مع ان هذا السكر طبيعه الحال ما نخافوش بزاف منه على الناس اللي عندهم سكري داء سكري سكر معقد يعني انا ولايق كاينين لا ولكن هو كاين الالياف اللي كتابسور بهذاك السكر ما كتخليش انه يمشي او لا كتخليه حتى الناس ديال طبيعه الحال السكري الا كلاو بطريقه مقننه كيستافدوا منه جميل كل حاجه اللي كتكل بالقياس طبيعه الحال بشكل اللي هو مقنن اكيد ما كيكونش لا اثر جانبي على الصحه ديالنا نقطه ومعتدال اكيد كيف كنقولوا احنا دين وسط مرحبا دائما كل مستمعين سمعات ومرحبا دائما بالتواصل ديالكم مازال رقمنا راه الاشاره 0522 36 05 36 ممكن انكم تواصلوا معنا والاسئله ديالكم مرحب بها فيما يخص الباربه دائما على شذا فهم تبارك الله بزاف ديال المختصين يعني واخا عندهم تخصصات طبيه كيمشيو كيقراو التغذيه نعم لان التغذيه مهمه بزاف عندنا كيف ما قلنا عندها دور وقائي كثير وكبير عندها دور بالنسبه لنا حنايا ملي كتدير في اي مرض كنسبقوا ماشي كنسبقوا طبيعه الحال كناخذوا الادويه ديالنا وبطبيعه الحال ضروري ما كنمشيو معاها مع تغذيه متوازنه اللي خاصها باش كتعاوننا التغذيه كتعاوننا بطبيعه الحال في المشاكل ديال الكلي في المشاكل ديال الكبد ميم في الجلد ديالنا صح كتكون عندنا واحد النظره اخرى اللي كنا كنستعملوا طبيعه الحال التغذيه متوازنه غيش بالماء ديالها اولا بالفيتامينات ديالها اولا داكو الوغ دائما كيكون عندنا هذا التوازن فبلا غذاء ما يمكنش ان نديروا غير الدواء بوحدو جميل وحتى بعض الادويه الا ما كانتش الماكله ديالنا صحيه ربما ما كيعملش ما كيتمتصش مزيان داك الدواء ما كيعطيش الافي ديالو تماما دونك جميل انا غير هاد فتحت القوس لان بزاف الناس يسمعوني كنقول لك تخصص ديال طيب جميله يقولوا الناس وشنو جاب التغذيه اليوم لا بزاف ديال المتخصصين ما شاء الله عليهم في مجالات اللي هي مختلفه طبيه مي ارتاوا انهم يمشيو يعاودوا يقراوا التخصص ديال التغذيه باش يعرفوا حتى في الماكله ربما ملي كيجي عندهم المريض او هذا شنو يعطيو شنو عاد داك التكامل مع المختصين في التغذيه اللي عندهم التخصص بوحديتو تمام اكيد نكملوا الباربه اللي شفنا فيها بزاف ديال الفوائد شفنا ان فيها واحد 90% منها غير ما دونك جميله شفتي كذا قلت لي السعرات ديالها قليله دونك نقدروا ندخلوها في الاكل ديالنا تماما وحتى الناس اللي عندهم الحميه وقلتي السكري ديالها مزيان لان فيها بزاف الالياف يعني حتى الناس اللي عندهم السكري اللي كلاوها باعتدال وبطريقه اللي هي مزيانه ما غضرهم شيء تماما نعم اجي نكملوا في الفوائد دائما واكيد مرحبا بكل مستمعين مسامعات رقمنا 0522 36 05 36 باش تسلبوا على التغذيه ديالكم طبعا وفيها واحد فيها واحد النوع ديال الفيتامينات من فصيله بي اللي هي مهمه ومهمه جدا داكو الوغ فيها لا بيسيس فيها لا بي 9 بطبيعه الحال لاسيد فوليك اللي هو مهم جدا بالنسبه للنساء الحوامل صح داكو فيها لا فيتامين كا طبيعتها هي الوغ انطلاقا من هذا الشيء فالبربة او البنجر كندخلوه براتيكمون في التغذيه الصحيه ديالنا اللي كنقدروا نستعملوها يوميا ايضا كيف ما قلنا بما انه فيه واحد الكميه واحد النسبه اللي هي مهمه من فيتامين بي 9 او لاسيد فوليك فهو كيلعب دور رئيسي في نمو الجنين منذ الايام الاولى وكنقدروا نعطيوه مثلا لاسيد فوليك نعطيوه ميم اون بريكونسيبسيونيل ملي كنكونوا كنهيئوا المراه على قبل الحمل داكور لانه كيساهم في منع التشوهات اللي كتكون في الانبوب العصبي ديال الجنين مزيان داكور الوغ البربه او البنجر كيعطيوه اوسي للناس اللي هما تيكون عندهم كيكونوا كبار في السن لانه كيزيد لنا في التدفق ديال الدم في الدماغ فكيحميهم من الخرف ومرض الزهايمر مزيانه داكور بطبيعه الحال وفي سياق الشائع ديال البربه اللي الناس كيتريتو بها فقر الدم بطبيعه الحال الوغ كاينين بزاف ديال ليزاليمون اخرين اللي فيهم الحديد كنعرفوا بزاف ديال الاغذيه الاخرى اللي فيها نسبه اكبر من البربه في الحديد غير هي البربه فهي متكامله ما فيهاش غير الحديد بوحده فيها الحديد وفيها لا فيتامين سي وفيها انواع ديال فيتامين بي اللي كتخلينا ان هذاك التكاثر ديال الخلايا الحمراء ديال بيتو الكريات الحمراء اللي كيزيدنا وتيعطينا فريمون ماشي غير كوقائي ومكمل غذائي ايضا مع الدواء طبيعه الحال ديال فقر الدم زوينه داكور الوغ كاينه حاجه اخرى اللي هي واحد الماده اللي كتعطينا حتى داك لو بيغمون روج ديال لا بيترام او ديال البنجر اللي هي لا بيتاين هاد الماده هادي الوغ الكونترول واحد الماده اخرى اللي هي سميتها لوموسيستين هاد لوموسيستين كتعطيها واحد المرض اللي كيكون هو نورمالمون تصلب الشرايين الوغ ملي كتجينا هاد البيتاين فهي كتقنن التفاعلات ديال هاد الماده هادي
الوغ هي كتلعب دور وقائي ايضا من بعد بطبيعه الحال من بعد لي فاكتور اللي كيخليونا ان ما يكونش عندنا فريمون هذا المرض هذا داكور ماشي هو بوحدو من بين بزاف العوامل اكزاكتومون الوغ مهمه بزاف لهاد التصلب تاع التصلب الشرايين الوغ هاد الفوائد كلها بطبيعه الحال ما كتخلينا الا اننا نكونسوميو الباربه بطريقه مقننه وجيده إضافة إلى أنها بطبيعة الحال غنية بالزنتي أوكسيدون والفيتامين فهي كتوقينا من الشيخوخة المبكرة جميل إحنا كان إحنا بالنسبة لنا كأطباء جميل كانت منا وهذه القضية هذه ولكن عندنا مكمل غذائي فمن الأحسن عاد بطبيعة الحال قلنا بأنها كتقدر تدخل عندنا في البلا ديولنا ديول التخسيس فيك سعرات الحرارية ديالتها قليلة والقيمة الغذائية ديالتها كثيرة فكي دي التخسيس كنقولوا معاه الرياضة فالبنجر او الباربه عندها مواد اللي جينيرالمون كتخلي ان هذيك العضله ضمان كنديروا سبور كتلقى الانسان سخفان او كيهز اولا لان كيحتاج واحد الكميه ديال الاكسجين الوغ الباربه كتخلي هذيك العضله ما كتستهلكش بزاف ديال الاكسجين فكتسلت السبور كدار باريحيه اكثر جميل هذا اللي شفنا دكتور نوال ان بزاف الرياضيين او الناس اللي ربما كيبغيو يدخلوا في الديتوكس يعني في الحاجات او المشروبات ديال الديتوكس وي. منها اللي فيه الباربا مع لي زيبيناغ مع الكيوي مع التفاح مع شويه ديال السكنجبير كيجي رائع وكيشربوه الناس في الصباح وي. يعني اليوم عرفنا ان مفيد حتى انك تشرب هذا العصير هذا او الباربا بوحديتها قبل السبور ديالك تماما السؤال ديالي انا اللي غنسولك اشنو اصح واش ناخذوها يعني كتعرفي ان في الطبخ ديالنا المغربي اننا اغلبيتنا كيسلقوها تماما كيسلقوها وكي يا اما كيعاودوا يعصروها مع الماء اللي تسلقات فيه يا اما كيحكوها يا اما كيضيفوا لها البرتقال وكاين اليوم اللي شفنا ان الناس كتعصرها خضراء توتافي اشنو اللي لايق وشنو اللي كيحافظ على المكونات وشنو اللي مفيد للذات ديالنا اولا ما عليه داكور عندنا نورمالمون غنديروا واحد ليكيليبر داكور ملي كناخذوها خضراء فهي الكارد براتيكمون القيمه الغذائيه ديالتها كامله مزيان فكنقدروا بالنسبه للناس اللي ما عندهمش مشاكل ديال القولون كيقدروا انهم يستعملوها خضره مي بالنسبه للناس اللي عندهم مشاكل في القولون العصبي داكور في المصران الوغ هاد الناس اللي عندهم هاد المشكل اولا انفلاماسيون انتستينال اولا من الاحسن انهم ياخذوها وهي طيبه لانه الباربه ملي كتغسل واخا كتغسل ما كتفقدش ما كيتحيدوش منها بزاف ديال الميكروبات وبزاف ديال الدراسات لقاو بانه كيكونوا تعفنات اولا كيكونوا ديزانفيكسيون بار لا سويت ديال لا بريز ديال الباربه وهي خضراء داكور دابا كن واخا نقيوها ولا هذا واخا كتغسل واخا كتنقى بارفو تيبقاو فيها شي بكتيريات البكتيريا كاين اللي ما كتموتش الا بالحراره داكور الوغ بالنسبه لهاد الناس هادو كنفضلوا انهم ياكلوها طيبه وحنا تبارك الله وصلنا به المطبخ ديالنا غني كثير والطرق ديال الاستعمال ديالها كثيره فكتقدر تسلق كتقدر تبخر كتقدر تشوي كاين كيشوي كاريمون الباربه داكور الوغ من الاحسن بالنسبه لهاد الناس هادو انهم ياكلوها بالنسبه للمراه الحامل حتى هي لان كاين عندنا شي خضر اللي ضروري انها كتفريمون كتطيب مزيان خاصه واحد الحراره باش تقتل الميكروبات اللي كاينين كاينين النساء الحوامل اللي تيكون عندهم المشكل ديال التوكسوبلازموز يعني ما تيمكنش انهم ياكلوا اي حاجه وهي خضراء خاص ضروري انها تطيب فيقدروا انه يستافدوا منها بهذه الطريقه هذه مي هي كتنقص واحد ملي كطيب كتنقص طبيعه الحال واحد شويه ديال القيمه الغذائيه ديالتها ولكن كيف ما قلت في الاول كندير واحد ليكيليبر كنفضل اني نقص واحد شويه ديال القيمه الغذائيه ديالتها باش ما ناخذش دي كومبليكاسيون بار لا سويت مي الناس اللي ما عندهم حتى شي مشكل كيقدروا ياخذوها خضراء سو فورم دو سالاد اولا محكوكه او العصير ممتاز دونك شفنا مع كل المستمعين سمعات ربما الطريقه ديالنا كيفاش ممكن انا نستافدوا من الباربه الجميل هنا تكامل قلت لك قبيله ان الباربه بزاف الناس كيعصروها مع البرتقال وي كمكمل زوينه بزاف او لا هي بوحديتها قاضي الغرض مزيانه الي تري تري بيان مع الـ مع الـ البرتقال. البرتقال لان الباربه كما تنقول فيها واحد النسبه ديال الحديد ولو ان هي فيها واحد النسبه ديال فيتامين سي ولكن الليمون يل رونفورس انكور بلوس صح داكور الوغ مزيان دونك بالصحه والراحه لكل المستمعين سمعت وكل محبي الباربه لان علاش تكلمنا اليوم على الباربه لان كاين بزاف الناس وليداتهم ما كيبغيوش ياخذوها توتافي مازال غنرجعوا ونشوفوا نقاط اخرى واشارات رفقتك دائما الدكتوره نوال حكمي واكيد كل المستمعين والمستمعات مرحبا بالتواصل ديالهم مازال رقمنا راه الاشاره 05 22 36 05 36 بما انني تكلمت على الوليدات وتكلمت على الامور من دابا شويه ايضا تكون معنا دكتورة حنان بديع متخصصه في امراض الاوبئه غنتكلموا على الدخول المدرسي كيف قلت في البدايه مازال الامهات يعني مشطوني مع الوليدات ديالهم كنقول الامهات والاباء ايضا مشطوني مع الوليدات ديالهم وكنبغيو نعرفوا ربما شنو الفيروسات اللي
كاينة اليوم على السطح، وكذلك حتى اللقاحات أو لا تلقيح اللي اليوم ديال غريب نشوفوا شكون الفئات اللي خاصة تستعملوا الفئات اللي لا، وهذه الأمور كلها رفقتها. وأكيد مرحبا دائما بالتواصل ديالكم الغير مشروط على رقمنا اللي هو 0522-36-0536 على شهادة فما. معلومات على مادة غذائية جميلة وكاينة في السوق المغربية وكنشوفوها، كاين بزاف الناس ربما كيتفاداوها في السوق لأن كيقول وليداتهم ما كياخذوهاش، أو لكن اللي كيقول لك لا تنتفاداها لأن في الدار ما كيبغوش ياخذوها بزاف مع هذا ملي كتفرض يعني تطفل. صراحه اللي هي الباربه ملي تتسمع واليوم تاكدنا ملي تيسمعوا تيقول لك لا راه مفيده للناس اللي عندهم فقر الدم، مفيده لانها الناس اللي ربما عندهم شحوبه، مفيده للنساء مثلا في الوقيته مثلا الدوره الشهريه ديالهم تطفل. بزاف ديال الامور. فاليوم غنشوفوا معك بما اننا شفنا انها مفيده حتى الناس ديال السكر وخا فيها السكر وخا مسكره قلت لي لا ممكن انهم ياخذوها غير بعقلانيه وربما بكميات اللي هي شويه قليله. شكون الناس اللي ما يقدروش ياخذوا الباربه؟ داكور تفضلي. الوغ براتيكمون لا بلوبار ديال الناس ديالنا كيمكن لهم ان ياخذوا الباربه. مزيان. بدينا بالنساء الحوامل بطبيعه الحال خصهم ياخذوها، كاين الناس كيخافوا كيخافوا منها او لا يقدروا يقول لك مثلا الا كانت ما طيباش او لهذا ما ياخذ يقدروا ياخذوها ياخذوها هي طيبه. داكور. فيها واحد النسبه ديال السكريات. يعني بالنسبه للناس اللي عندهم سكري داء سكري تيقدروا بان هذاك المذاق ديال الحلو ديالها اللي كيبقى في الفم تيقول لك فيها مشكل. سي فري كو خاص تخاد بطريقه مقننه مي كيقدروا ياخذوها لانه السكريات اللي فيها كتسابسورب فوالا كتمتص لان كاينين الالياف اللي كيمصوا هذيك السكريات وما تخليوهاش بنسبه كبيره. يعني انهم هما يقدروا يستافدوا منها ولكن يستافدوا منها بطريقه مقننه. فيها واحد النسبه من البوتاسيوم يعني بالنسبه للناس اللي عندهم الفشل الكلوي كيقدروا انهم يتفاداوها ولكن بطبيعه الحال خصهم يرجعوا للطبيب ديالهم لان حتى الفشل الكلوي فيه بزاف تجاول المراحل. صح. داكور. الوغ ماشي في جميع المراحل انك تقدر ان الانسان ما ياكلهاش، طبيعه الحال كيقدر انه يستفد منها مي خصنا نعرفوا اش من مرحله هو كاين. داكشي باش قلت دائما خصنا ضروري نرجعوا للاستشاره ديال الطبيب المعالج. صح. عندنا حاجه اخرى هو ان هاد البيتراف او الباربه او البنجر فيها لا فيتامين ك. داكور. الوغ بالنسبه لنا كاينين شي ناس اللي كياخذوا واحد لو تريتمون اللي هو اونتي كواغولون مضاد للتخثر ديال الدم. مزيان. وهذا لو تريتمون ديال مضاد ديال التخثر ديال الدم تيبغي واحد النسبه ديال الفيتامين ك تكون ستابل ما بين نهار والاخر. يعني نقدروا الا خدينا البيتراف او الباربه وخديناها بواحد الكميه اللي هي مهمه كتقدر البيرتوربي هذيك داك الدوزاج ديال الفيتامين ك. داكور. الوغ هادو الناس ضروري انهم يرجعوا ويديروا استشاره ديال الطبيب ديالهم. مزيان. من غير هادو طبيعة الحال كيف ما قلنا الناس اللي عندهم مشكل ديال القولون العصبي او لا من الاحسن انهم ياخذوها وياخذوها هي طيبه. ممكنش انهم ما يستافدوش منها، حرام بان ما فيها بزاف ديال الفيتامينات وبزاف ديال الاملاح المعدنيه واحد الكميه مهمه من الماء، حرام ان ما نستافدوش منها. وكيف ما قلتي كتحط في لي بلا ديالنا او لا على المائده الغذائيه المغربيه ديالتنا غير باغ اوبليغاسيون ماشي باغ ماشي باغ امور اكزاكتومون بحال بزاف ديال الخضر الاخرى. الوغ حرام لان ضروري من نستافدوا منها، مزيانه للصغير والكبير خاصنا نستافدوا منها صراحه. يعني سي فري الوليدات ربما دكتور ملي كياخذوا الباربه وكيبقى داك لاكل غوج في فمهم كنسمعوا كيبداو يقولوا شي كلمات اولا كيبدا يضحكوا بيناتهم، ولكن هذا ملي تيكون وليدات كثار. اما ملي تيكون وليد بوحديته او هذا كنشوف ان الام كتحير كتقول لك ولدي ما كيبغيش ياخذ الباربه. انا نسيت باش ياخذها فوالا، مع هذا الا دخلتها ليه في شي عصير اولا شي حاجه اللي ما تبانش اولا ما يبقاش داك لاكل احمر بحال هكاك الوليدات كينفروا منها. شفنا اليوم الاهميه ديالها وشفنا حتى الناس ديال القولون قلتي صافي صعيبه شويه اليوم هادشي اللي قلتي انهم ياخذوها طيبه حسن ما هي خضراء. تطفي. وكذلك حتى الناس ديال السكر يحاولوا ياخذوها بالنسبه اللي ماشي كثيره بالنسبه اللي شويه. ودائما كنتوجهوا من خلالكم كمختصين في التغذيه ان الاكل ديالنا من الاحسن ان نمشيو السكريات اللي هي طبيعيه ماشي السكر المضاف باش هكا كيبقى على الصحه ديالنا. جميل. انا نبغي نعرف طريقتك كيفاش كتاخذي الباربه دكتور. انا جينيرال ما كناخذها مسلوقه. كتاخذيها مسلوقه؟ مسلوقه ولا اونجو باسكو الاونجو سورتو افيك ليمون كان واحد المذاق زوين ومفيده. اول حاجه لا فريشور الي فريش صح كتعطيني واحد الانتعاشه بطبيعه الحال انها مفيده جدا. نعم. اجي نتكلموا على واحد الوصفه ايضا اللي كيعملوها بزاف ديال الامهات أستاذة في المطبخ ديالنا المغربي هي الباربة مشرملة. وي. يعني أننا كندير فيها شوية ديال البصلة وشوية ديال القزبر والمعدنوس كتفور أولا كتسلق وكتقطع مربعات وكنزيدوا لها شوية ديال القزبر والمعدنوس والبصلة وهذا. واش حتى هكا مفيدة؟
بطبيعه الحال او لما ضروري خاصنا نخليوها اما بشكلها اما مع العصير ديال الليمون او لا لا بطبيعه الحال كتبقى مفيده غير كيف ما قلت لك هي ان فوا كطيب الحراره كتفقدها واحد شويه ديال القيمه الغذائيه ديالها ولكن بطبيعه الحال مفيده كتكون الا تلقات واحد تلقات ودرت معها معها مع دي زانغريديون ودرت مع شويه ديال البصله بيان سور كل كيضيف فيها الخيل كلي بطبيعه الحال بطبيعه الحال حنا كنتفنوا بطبيعه الحال المائده المغربيه ديالتنا كنتفنوا فيها وكتكون غنيه وكنبغيوها دائما كنبغيو نبدلوا هذاك المائده ديالتنا لان كيف ما كنشوف راه حتى العين كتاكل قبل من الذوق داكور رغم الاحسن ان اللهم ناكلوها هكذاك ولا ما ناكلوهاش صراحه نستافد واحد واخا نسبه غير قليله توتافي. المهم انه كل مره الانسان يضيف كذلك التخزين كاين ناس بزاف اللي مثلا كنشوفوا ان على مستوى بزاف ديال الخضر او الفواكه كيجمدوها يعني انها بحال مثلا نقدروا نقولوا الباربا الناس مثلا تقداو ولا هذا يخافوها تخسر في الثلاجه ولا شي حاجه غينقيوها ويديروها في اكياس بلاستيكيه ويديروها في الكونجيلاتور. انت مع اننا نجمدوا الخضر ديالنا لان السيده المغربيه اليوم ربما الوقت مفتونه بالوقت ما كيبقاش الوقت تقضيه وهذه الامور كلها او لا من الاحسن ان كل حاجه تخاد فريش الحاجه اللي كتاخذ فريش وطريه كنفضلها بطبيعة الحال دائما ما كاينش من احسن من حتى كان كونطون بارل دو فروي او دو ليغوم دو سيزون فوالا عندنا واحد الوقت فهمتيني كاين واحد الوقت ولكن بطبيعة الحال الا ما قدرناش فكندوزوا لطرق اخرى غير من الاحسن بحال الجميد بالنسبه للباربا شويه قوي صح وي هي اللي خلينها طريه من الاحسن نعم وان شاء الله راه ثمنها راه معتدل على ما كنظن يعني انه في المتناول ديالنا نحاولوا نستافدوها الورق ديال الباربا هادي هاد الورق ديال الباربا نقول لك انا واحد المساله كاين بزاف الناس اللي مثلا بحال الورق ديال الخيزو الورق ديال الباربا هاد الوريقات كاين بزاف الناس اللي ما كيستهلكوهمش مع انهم كيجيو حنا مثلا في وصفات عندنا في البلاد صراحه انهم كيديروهم بحال 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 بقوله وي دونك كاين بزاف الناس اللي كيتفادوا انا علاش عطيتك هذه الاشاره حيت بزاف الناس يقدروا مثلا كانوا في شي ضيعه ولا شي حاجه وجابوا معهم الباربا بالورق ديالها فيحاولوا ما يرميوش دوك الوراق بالعكس ان يستافدوا منها يتغسلوا مزيان وكيديروا بحال البقوله صراحه راه بزاف حتى ديال الخيزو يعني كاين بزاف ديال الاشارات هذه غير مختصرنا شرنا لها فقط قبل ما نختموا معك باش هكذا كل الناس ربما تستافد من كل ماده غذائيه وكيف قلتي الماده الغذائيه كتكون في الموسم ديالها الباربا كاينه في هذا الشهر تسعود حنا حاولنا هذا الشهر هذا نتكلموا على كل الخضر اللي كاينه والفواكه باش هكذا نشجعوا المستمع والمستهلك المغربي على انه يستفد منها وخاصه الوليدات وخاصه في هذه الوقيته اللي الخريف قريب يعني بزاف ديال الامراض كتجي على السطح بزاف ديال النزلات ديال البرد بزاف ديال الامور. شكرا لك بزاف دكتور على الحضور ديالك وعلى المعلومات اللي اليوم اللي بحثتي عليها وحاولتي انك توصليها لنا بطريقه اللي هي سلسه لكل المستمعين والمستمعات. غدا غنتكلموا على الرمان رفقه رشيد ايت علي اللي هو متخصص في التغذيه كذلك اللي الاشاره صراحه انا نقولها وحاضر معنا دابا حتى هو كاين معنا في الاستوديو صراحه. دونك نتكلموا على الرمان وكاين غير انا الرمان هذا سؤالي ليه غدا ان شاء الله غير هو الرمان اليوم كنشوفوا انه كاين ولكن حامض شويه غدا ان شاء الله يجاوبنا فمرحبا دائما بالتواصل ديال كل مستمعين ومستمعات واكيد مرحبا باقتراحاتكم علاش لا والمواد اللي تبغيو اننا نشاركوها معكم في التغذيه المواد الغذائيه اللي ربما كتشوفوها انها كاينه في السوق المغربيه ولكن ما كتستهلكش بحال نوع من الخضار او الفواكه اللي ما كنشوفوهاش دائما اللي ربما كتجي غير في واحد الوقيته والناس ما كتستهلكهاش اكثر. ممكن انكم تقترحوا لنا هذا الاقتراح من خلال التواصل معنا على الصفحه الرسميه شادا اف ام. اكيد مرحبا بتواصلكم من دابا شويه لصحه الاطفال واكيد ربما الامراض اللي كتصيبهم الفيروسات اللي ربما كيتعرضوا لها مع الدخول المدرسي. رفقه الدكتوره حنان اللي غتكون معنا من دابا شويه مرحبا بتواصلكم دائما على رقمنا اللي هو 0522 36 05 36 على شادا اف ام. وصلنا لفقره سؤال على صحتك اكيد مواضيع مختلفه دائما كنقترحوها عليكم رفقة الضيوف ديالنا اللي كينورونا في شادة الأسرة. دكتور حنان بديع أول شيء مرحبا بك. مرحبا بك جميلة صباح الخير على المستمعين الكرام. صباح النور. دونك حنان ملي كنشوفوا انا وياك المواضيع كنبغيو نشوفوا دائما شنو اللي كاين شنو الجديد شنو التوندونس تماما باش يكون الموضوع يكون عنده اهميه اكثر ويكون الاستفاده هي تكون اكثر ويكون اني مع الوقت. اليوم على الساحه الكل كيهضر على الدخول المدرسي واخا تبارك الله راه اليوم حنايا 19 شهر تسعود ولكن الناس الكل كيتكلم على ان باقي بزاف الامور
الامهات ولادي ديتهم مدرسه مرضوا ليا ولادي واش كاين شي فيروسات واش كاين نزلات واش كاين هاد الامور كلها. الامهات والاباء كيسولوا على هاد الشيء كاين لي بزاف مع الدخول المدرسي بدا تيبان هاد الشيء. اليوم سولتك عاود قبل عتبة قلتي لي كاين حتى لا دياري اولا الاسهال عند الاطفال وهذه مساله اللي خصنا نتكلموا عليها ونوقفوا عندها ايضا. ولكن قبل ما نشرحوا كل وحده بوحديتها اجي نتكلموا على اشنو الامور اللي اليوم كتكون بينا عند الأطفال أو عند الوليدات ديالنا مع الدخول المدرسي عند نفصلوا في كل وحدة. تماما جميلة. دونك كيف ما كيلاحظوا جميع الآباء ولا بالنسبة للآباء اللي عندهم وليدات فايتين دخلوا المدرسة ولا وليدات اللي كبروا كيعرفوا أنها مع دخول المدرسي كيكتاروا واحد النوع ديال الأمراض. صح. هما أمراض اللي كيكونوا بطبيعة الحال أمراض معدية. دونك بالنسبة لهذه الأمراض دونك كيكتاروا في هذا سميتو كاينين بزاف ديال العوامل اللي كتخلي أن هذه الأمراض كتكتر النسبة ديالهم. أولا وحتى الحدة كتقدر كتختلف من طفل لآخر على حسب غادي نشوفوا بزاف ديال العوامل اللي تهي كتأثر في الحدة ديال هاد الأمراض. كيف ما قلنا دونك الأمراض فهما أمراض معدية كيقدروا يكونوا أمراض ديال الجهاز التنفسي ولا بالأخص الأمراض ديال الجهاز الهضمي اللي حاليا دابا كيف ما قلنا قبيلات كاينة اون بيتيت ابيديمي ديال التهابات المعدة والأمعاء اللي كتبان بالاخص في الدخول المدرسي ملي كيبداو يتلاقاو الوليدات مع بعضياتهم. نعم. دونك هادو كل امور واش نقدروا نقولوا في البسيطه ولا تقدر تعقد الا ما برددناش بالتشخيص. effectivement دونك الحاله في الغالب ديال الاحيان اغلب الحالات كيكونوا حالات بسيطه اللي كيقدروا غير ببعض الادويه اللي كي وبعض الاجراءات اللي النصائح اللي كنعطيو الامهات وداك الشيء كيقدر الحالات كدوز فهمتي ومن بعد الطفل كيكون واحد المناعه وكتدوز هذه الحاله. ولكن في بعض الحالات كتقدر تكون الحاله خطيره على حساب الفيروس اللي اولا البكتيريا يعني الجرثومه اللي كانت متسببه في المرض على حساب المناعه ديال الطفل يعني على حساب حتى السن ديالو وعلى حساب واش الاباء واش تنبهوا لهذه القضيه واش داووا بالزربه واش خداو الاحتياطات ولا خداو بالنصائح اللي كيعطيهم الطبيب المعالج ولا لا. ممتاز. دونك حنا غنمشيو دابا نفصلوا بوحده بوحده شنو هو العرض الاول اللي الاباء والامهات خاصو يردوا له البال وخاصو يشخصوا خاصو يوقفوا يعني عند الحاله ماشي يقولوا حاله طبيعيه. اشنو الحاجه من غير الاسهال نخليوه بوحديته مي اشنو الحاجات اللي نشوفوا ان اليوم الوليدات كاين اللي عندهم نزلات ديال البرد ديك الكحه العطيس هاد الامور كلها فين نقدروا نصنفوا؟ الوغ دونك كيف ما قلنا كاينين بزاف ديال الامراض دونك كتختلف على حساب الجرثومه اللي متسببه في المرض وعلى حساب هاد الجرثومه كيقدروا كل جرثومه كتقيس لنا واحد الجهاز معين. يعني كاينين جرثومات اولا جراثيم اللي كيقدروا يكونوا فيروسات اولا بكتيريات اللي كيقيسوا لنا جهاز التنفسي يعني التهابات ديال القصبات اولا القصيبات الهوائيه عند الاطفال التهاب الرئويه الزكام كوفيد 19 دونك هادو حتى هو اللي خاصنا نقولوا انه راه مازال بيان سور مازال الناس تاخذ الاحتياطات ديالها. دابا حاليا كوفيد 19 فهو كيتعتبر مرض اللي ولا حتى هو سيزوني اولا موسمي بحال لا غريب دونك كيجي على كيف ما كنلاحظنا على شكل موجه فهمتي دونك كل في ولكن راه باقي كيكونوا حالات الا شفنا النشرات الاخباريه راه باقي الحالات اللي كتسجلوا واخا راهم قلالين ولكن باقي الحالات يعني ومن بين العوامل اللي كتقدر تزيد يرتفعوا فيها الحالات هما بحال هكا الدخول المدرسي هاد المناسبه ديال الدخول المدرسي دونك لي زونفون كيتلاقاو بيناتهم بزاف ما عندهمش ديك المفهوم ديال التباعد الاجتماعي دونك ما غاديش نديروا للوليد الصغير الكمامه ما غاديش نحرموه من هذاك يعلق صاحبه او يهضر معاه يعلقه ولا يبارطاجي معاه الوجبه ديالو ولا الادوات ولا لو جوي بالنسبه للدراري الصغار اللي في الحضانات دونك كاين لو كونتاكت كاين الاتصال يعني دونك كاينه امكانيه ديال الانتقال ديال 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 الفيروس كيف ما كينتقل الفيروس 19 راه كينتقلوا جميع الفيروسات اللي كتصيب لنا الجهاز التنفسي او لا الاجهزه الاخرى بحال لا غريب
لا غريب باقي حاليا ماشي الموسم ديالها ولكن راه دون با لونطون قريب وحنا نبغوا الناس ايفيكتيفمون دونك في هاد نورمالمون في هاد الفتره كيتم عزل دونك لا سوش اولا الفيروس اللي غادي يكون هاد العام دونك حيت كيبدا في مناطق اخرى من العالم دونك العلماء كيعزلوا هاد الفيروس كيايدنتيفيوه وكيعرفوا اشنا هو وعلى حساب هاد الفيروس اللي كاين كيديروا لنا التلقيح اللقاح دونك هاد اللقاح اللي غادي بروشينمون دونك غادي تلونسا هذيك الحمله ديال التلقيح ديال لا غريب دونك نقدروا التلقيح راه حتى هو مهم اللي كيخلينا من بين الاجراءات الوقائيه باش كنحميو الوليدات وحتى الناس اللي كبر في السن ولا عندهم بعض الامراض انهم يتحموا من فيروس الانفلونزا الموسمي اللي حتى هو كيقدروا يكونوا عندهم مضاعفات خطيره على 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 الصحه ديال الطفل او على الناس اللي عندهم من بعد دونك الهشاشه في الصحه ديالهم. تكلمتي على نقطه اللي هي مهمه ملي تكلمتي على ان ربما كنحاولوا نشوفوا اشنو نوع الفيروسات اللي كاينه في العالم ومن خلالها كيتصنف ثم كيتحط له لقاح ماشي بحال كوفيد 19 اللي جاب مره واحده عند الناس كتحاول انها تشوف هاد الموج هاد الوباء اشنا هو ربما نوع اللقاح اللي يقلو اليوم احنا في 4-3 ديال الجرعات عاد الجرعه الرابعه يعني كاين بزاف ديال الامور. اجي نتكلموا الاعراض اللي خاص يردوا لها الوالدين البال يعني ان بعض المرات كاين وليدات اللي كنعرفوهم بين قوسين سمحوا لي صراحه كيتبوحطوا شويه مثلا انه يمشي للمدرسه ولا يلقى كاين شي وليد كان مريض وما جاش او لهذا حتى هو يبغي يجي فكره انه ما يجيش يجي يقول ماما دراني كرشي دارني راسي ما نجيش ما هادي وكاين امهات اللي كيعيقوا بوليداتهم فبالتالي تمني كيمرض ما كيردوش البال. هنا شنو اهم الاعراض اللي كتشوفوها واللي خاص الامهات يردوا البال وفعلا انهم يمشيو يشخصوا ويقولوا فعلا الوليد ربما من الناس اللي خاصو مثلا داك اللقاح ديال لا غريب او شي حاجه من هذا القبيل. الوغ هاد القضيه مهمه بزاف جميله وكنشكرك حيت شرتي ليها هي ان بعض المرات الامهات سي فري كياخذوا بواحد التساهل هذاك الاعراض كما كنتكلموا على الامهات والاباء امهات والاباء تمام حيت الامهات هما اللي كيكونوا بزاف باش ما يتقربوش علينا لا دونك الاباء ولا الامهات كيكونوا كياخذوا بواحد التساهل هذوك الاعراض كيبقى يقول لك لا راه غير حيت مابقاش بغي يمشي للمدرسه غير حيت عيا ولا هذا ولكن لا خاص عاوتاني نردوا البال. دي فوا كيكونوا نيت اعراض كيكون الطفل مريض وملي كنبقاو كنتسهلوا كنقدروا في بعض الحالات الله يحفظ اننا نتسبوا في تفاقم الحاله ديال الطفل. دونك الاعراض فهي كيف ما قلنا كتختلف على حساب الميكروبات وكتختلف على حساب الاعضاء اللي مصابه بحال مثلا ولكن اللي كنلقاو الاعراض اللي كتكون مشتركه ما بين هادشي كتكون السخانه دونك اي مرض معدي كتكون عندنا السخانه والسخانه اللي كتقدر كتختلف من طفل لاخر ومن جورتوما لاخرى. مثلا الفيروسات كيقدروا يعطيونا واحد شويه ديال السخانه اللي ما كتكونش مرتفعه بزاف ولكن كتكون فايته 38 دونك 38 درجه فهذا دونك خاصو يكون واحد تتبع شويه واحد ان سينيال دالارم اللي خاص الامهات ولا الاباء يردوا له البال حيت السخانه عند الاطفال الصغار بالاخص عند صغار السن كتقدر تعطينا مضاعفات خطيره والله يحفظ كتقدر توصل النوبات ديال الصرع اللي كيبقاو من بعد كيبقاو المضاعفات ديالها عند الطفل. كاين مع ارتفاع الحراره كذلك السخانه كيقدر يكون خطر الاجتفاف عند الطفل دونك بحكم ان الطفل كيكون لو بوا ديالو صغير الوزن ديالو صغير الهيئه ديالو صغيره والاغلبيه ديال الاعضاء كتكون دونك المكون الاساسي ديالها هو الماء دونك ملي كيكون واحد الاجتفاف مثلا غادي نقولوا دونك اربيتريرمون واحد النسبه اللي يقدر يتحملها شخص كبير عند لونفون عند الطفل الصغير ما كيقدرش يتحمل
ديالها يقدر يعطينا اعراض ديال 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 المعاناه بعض الاعضاء بحال مثلا الكلي او لا الكبد. دونك خصنا نردوا البال ملي تكون الحراره كتكون طالعه بزاف ولا كيكون قيء ولا كيكون اسهال ولا كيكون تعرق ولا كيكون صعوبه في التنفس او لا الكحه. خصنا نردوا البال لهذا الاجتفاف وخصنا نديروا دائما الترطيب ديال الطفل. دونك نعطيه يشرب الماء مزيان. نعم. دونك شفنا ان النقطه الاولى او العلامه الاولى والمشتركه بين هاد الجرثومات والفيروسات اللي تيكونوا على السطح اليوم بالنسبه للوليدات هو ارتفاع درجه الحراره. قلنا ان من 38 الانسان يرد البال ماشي يقول لا معليش ونعملوا الكمادات وغيرها. مازال غنشوف امور اخرى رفقتك دائما دكتور حنان واكيد كل مستمع مسمعات لي مرحبا بالتواصل ديالهم نسولوا على الصحه ديالنا وصحه الوليدات ديالنا مع الدخول المدرسي على 0522630536 على شدا فما. هما زري معكم ومازال معنا الدكتوره حنان بديع اللي هي متخصصه في الاوبئه. الصراحه ملي كنت امراه المدير ربما الكلمه كبيره بزاف ولكن ما عليه كنحاولوا اننا كل التخصصات اننا ندرجوها. وشكرا لكم بزاف على الحضور لان كل مره كتنورونا بمعلومه من المعلومات اللي كتكون غايبه علينا وكنحاولوا من خلالكم اننا نوجهوا كل الناس فيغ ان التشخيص المبكر كذلك انهم يردوا البال لكل عرض ولو بسيط. ملي كنتكلموا اليوم على الدخول المدرسي وشنو الحاجات اللي تتجمع سافغي هو في مجمل وزوين دخول مدرسي حياه جديده دراسيه بزاف ديال الامور ولكن كاين شي حوايج اللي تيجيو مع هذا الشيء بحال الامراض اللي ذكرنا او الفيروسات. تكلمتي على ان ارتفاع درجه الحراره واحد العلامه مشتركه بين كل هاد الفيروسات اللي تتكون فبالتالي الامهات ترد البال. اليوم ما شاء الله لا الامهات ولا الاباء كنشوفوا الميزان الحراره كاين في الدار ما فيها بس ندير اسعافات الاوليه للوليد ديالي ولكن لشت الحراره ما نزلاتش في ذاك النهار نحاول نشخص او في ذاك الوقيته بالذات نحاول ندير الطبيب تماما. دونك الوقيته باش نمشيو للطبيب كتعتمد على شحال درجه الحراره. الا كانت مثلا 40 راه ماشي هي 38 دونك الا كانت درجه الحراره فايته 39 خاص على وجه السرعه نديو الطفل عند طبيب الاطفال او المستعجلات ديال الاطفال. ومثلا الا كانت درجه الحراره 38 38.5 وعطينا مخفضه الحراره ومع ذلك ما نزلاتش دونك ضروري ان الطفل نديوه الاستشاره الطبيه. ممتاز. دونك من بين الاعراض اللي ثاني خاص يرد لهم الواحد البال وهما الاعراض ديال اليقظه ديال الطفل. دونك بالاخص الاطفال اللي كيكونوا صغار دونك مع ارتفاع الحراره ومع الاجتفاف كيقدر الطفل يولي باغي غير ينعس فوالا يقدر ما يبقاش باغي ياكل. دونك هادو يقدر يكون عنده دونك صداع على مستوى الراس حريق في المفاصل. دونك هادو خاصنا نردوا لهم البال دونك حيت كاينين بعض الامراض اللي كتقدر تكون خطيره بحال مرض التهاب الصحية او لا لامينانجيت. دونك اللي كيبان دونك الاعراض ديالو كتختلف على حسب الفئه العمريه ديال الطفل. دونك الاطفال اللي كيكونوا كبارين في السن دونك كيكون الحريق ديال الراس كيكون الالم او تشنج على مستوى العضلات ديال العنق وكيكون الردان زائد دونك القبض او لا كونستيباسيون. عند الاطفال اللي كيكونوا صغارين في السن دونك اقل من عامين كيكون العكس كيولي الطفل باغي غير ينعس كيكون عيان دونك ما كيبقاش كيرياجي ما كيبقاش باغي ياكل. الاطفال اللي قل من 6 شهور دونك كيف ما كنعرفوا دونك الملغيغه كتكون منتفخه دونك اللي هو عرض مهم عند الاطفال دونك في الحالات ديال الميننجيت. وكيكون ديك الساعات كنسميو حنا لو غوفو دو تيتي ما كيبقاش باغي يرضع لو بيبي واخا انه فيه الجوع وكيبقى غير ناعس وغير كنقولوا حنا مرخي مرخي وبعض المرات كيبقى ناعس فهمتي انه رياجي ميم با زعما مع الام ديالو ما كيحاولش يتفاعل معها واخا كتلعب معاه واخا كتهضر معاه ما كيتفاعلش معها. هادو دونك علامات اللي خاصهم ضروري ما نتسناوش بهم وما نبطرو بهم دغيا ويمشي الطفل لحبه دال المستعجلات نيشان ماشي نمشيو عند الطبيب ديال الاسره وعاد هذا. نعم انا غنرجع مازال نتكلم على هذه النقطه هذه لان اشاره جد مهمه. شكرا بزاف دكتور غير باش ما ينتظرش سعيد من بن سليمان. السلام عليكم سي سعيد. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا مرحبا سيدي.
السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. مرحبا. كنشكرك انت وكنشكروا الدكتوره ديالنا. الله يحفظك. شكرا. وحنا سيدي فهمت الحمد لله حنا باش عندنا قناه سيدي كنتواصلوا معها وكتجيبوا لنا سيدي ما يفيد. الله يحفظك. مرحبا. الله يرحم بها الوالدين. شكرا لك. السؤال ديالنا الله يحفظك. حنا اشنو الماكله الطبيعيه وباش غننقيو وليداتنا من هاد الانفلونزا ديال الخريف وهاد واخا. يعني ماكوله طبيعيه راك عارفه العشوب بالنسبه للوليدات الصغيورين يعني راه ما يمكنش. واخا فيهم خطير. يعني احنا بغينا شي حاجه يعني طبيعيه بحال الماكله طبيعيه يعني تفيدنا الدكتوره الله يجازيها بخير. واخا واخا. اول شيء شكرا لك بزاف سي سعيد بن سليمان واكيد شكرا موصول لكل المستمعين ديالنا اللي مازال يقدروا يتواصلوا معنا على 0522 36 0536. اكيد لنا نصيب اننا نتحدثوا على التغذيه واخا ديجا تكلمنا عليها في بدايه الحلقه من خلال فقره تغذيتنا اهم من واصلوا. تكلمتي على الميلانجيت او التهاب السحايا وتكلمتي على الوليدات الصغار. انا علاش بغيت نفتح قوس لان كاين بزاف الوليدات خاصنا نعرفوا المضاعفات اللي تتكون على الا تصابوا بهذا العرض هذا. علاش؟ لان كاين بزاف الامهات الله يحسن العوان يعني ان تيكون ولدها يعني ولا تتكون الولده الاولى ديالها ولا مع حتى شي واحد فما كتردش البال هاد الامور كتلقى ولدها غير ناقص ما كيتحركش ما كيجوعش فما كت ما كت بالدارجه كيف كنقولوا ما كتدي ما تتجي فكنوليو في مضاعفات كنوليو انا الوليد كتبقى معاناه ديال الحياه. يعني انا نبغيك توجهي الامهات والاباء صراحه فيغ اشنو المضاعفات الا ما بطرناش بالوليد ولا قلنا حاجه بسيطه لا راه جه الصهد لا غير مرخي واقيلا فيه الجوع. هاد التعابير كلها اللي كنسمعوها صراحه يعني وحتى انا شفت حالات اللي وصلوا واللي باقيين المعاناه ديالهم لحد اليوم. فاحنا اليوم الا كنتكلموا باش حتى الفئات الاخرى حتى الناس اللي كيسمعونا نتفادوا هذا العرض هذا لان فيه وقايه اكثر ما هو مرض بحد ذاته اللي تيجي. تماما. دونك كيف قلتي جميله دونك بزاف الامهات ماشي عن قصد دونك بعض المرات ما كيكونوش عارفين ولا ما كيردوش البال. خصنا نعرفوا فوقاش الحاجه كتكون خارجه عن نطاق العادي. دونك بالنسبه للميننجيت دونك الميننجيت كيقدروا يكونوا سواء دونك ناتجين عن عدوى بكتيريه ولا فيروسيه. الاغلبيه ديال هاد الميننجيت الفيروسيه دونك كيكونوا سهلين يقدروا يتداووا بلا مضادات فيروسات. واخا كاين كنعطيو غير بعض الادويه اللي كتكون خافضه للحراره او بعض مسكنات الالم ولكن خاص ضروري يكون الطفل تحت الرعايه الطبيه دونك باش الا كان لا قدر الله كانوا شي مضاعفات يكون التدخل الطبي يكون سريع. ممتاز. بالنسبه للمضاعفات دونك المضاعفات ديال الميننجيت دونك اول حاجه دونك لا مينينجيت كتقدر تقتل الاطفال كيف ما كتقدر تقتل الاشخاص البالغين الكبار. دونك فهي دونك مرض ديال الجهاز العصبي اللي كيقدر يكون خطير ويقدر يؤدي للموت. في حاله ما كانش الموت دونك يبقاو كيف ما كنسميهم حنا لي سيكيل. دونك لي سيكيل كيقدروا يكونوا على مستوى الجهاز العصبي دونك كيكون تاخر في النمو ديال الجهاز العصبي. كيقدروا يكونوا عندنا دونك مضاعفات ماشي في التطور ديال الجهاز العصبي ولكن في داخل الدماغ دونك يقدر يكون تكتل ديال السائل الشوكي دونك يقدر يبدا كنقولوا حنا الماء في الراس وكيولي خاص ديك الساعات ضروري يا اما كنديروا واحد التويو باش كيخرج لنا الماء من الراس على برا ولا في بعض الحالات اللي كتبقى هذاك الالتهاب كياثر لنا على هذوك الاغشيه ديال الدماغ دونك خاص واحد كنديروا واحد التويو ولا كنسميوها لا ديريفاسيون كتبقى لداخل دونك كتهبط مع من الدماغ كتهبط يا اما الجهاز دونك ديال الدوره الدمويه في القلب ولا في الامعاء. نعم. كاين دونك بعض لي كومبليكاسيون اخرين اولا المضاعفات دونك النقص في السمع النقص في 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 النطق والادراك وغيره في الادراك دونك هادو كيكون تاخر ديال النمو. وكاينين لي تاخر ذهني تاخر ذهني وكاين هادوك لي زيبيليبسي اولا مرض الصرع اللي كيقدر يبقى
دونك كيبقى مدى الحياه. خاص ديك الساعات الطفل ضروري يبقى بالادويه اللي كينقصوا من الحده ديال هذوك النوبات ولا كينقصوا من العدد ديال التكرار ديالها في واحد المده في السنه ولا في. نعم غير باش نبسطوا اكثر التهاب الصحي او هذا اللي تيقولوا ليه الناس السخانه البارده يعني ربما في العامة حيت كاين بزاف الناس اللي تقول لك لا راه جاتو السخانه البارده وجا هذا. اجي نفسروا اكثر اجي نوضحوا اكثر باش الامهات والاباء اللي كيسمعونا. من انجيت هي السالمه هي اللي كيقولوا لها الناس السالمه. السخانه البارده هي الحمى بحال تبوريشه وكتجي كيكون الجسم بارد ولكن ملي كنعبروا الحراره كنلقاو ولا تمبيراتور طالعه بزاف يعني باش حتى الامهات والاباء يعرفوا هذه القضيه. الحراره ما كنعبروهاش باليدين ديالنا حيت كيحطوا اليد على الراوي اليد على الراس ولا على الكريشه ولا على عنق من اللور. الحراره كتعبر بالميزان ديال الحراره دونك يا اما عن طريق الشرج دونك هذيك هي اللي كتكون عندنا درجه الحراره اكثر تحديدا دقه ولا في الفم ولا في تحت الابط. كاينين بعض هادو لي ترمومتر ولا ميزانات ديال الحراره اللي كيعبروا بلا فخاغوج يا اما في الاذن او في هذا. هذوك كيكونوا مزيانين من واحد الناحيه انها العدوى ما كتبقاش تنتقل حيت كيكون بعيد على الجسم ولكن حتى ما كيعطيوناش بدقه اكثر فوالا فهمتي. الميزان ديال الحراره اللي كيكون فيه لو كونتاكت مع الجسم هو اللي كيعطينا الحراره بدقه. دونك هذا مهم ان الحراره ما كنقيسوهاش باليدين كنعبروها. وميزان ديال الحراره راه ما غاليش بزاف راه كاين ميزانات ديال الحراره ب 10 دراهم وساهل في القراءه ديالو فوالا. هنايا ملي تكلمنا على السخانه البارده اجي نقولوا الناس حتى هما المضاعفات ديالها على مستوى الصحه ديال الوليدات لان كيف قلتي بزاف منا صراحه كنجيو نقيسوا البيبي او الدراري الصغار او هذا كنقيسوا غير بيدينا فكيجينا انه ما سخونش تنقولوا لا راه ما سخون ما والو واخا فيه تبوريشه واخا تنقولوا راه ما سخون ما والو اشنو به هذا. كاين بزاف الامهات وكنتكلمت على الامهات اللي تيكونوا جداد في يعني في الولاده البيبي الاول اولا شي حاجه ما كتردش لهاد الامور كلها البال لان ما معهاش شي حد. اليوم حنا غنعطيوك الاشارات الكثيره واكيد باش هكا تردي البال لكل الامور اللي كتصيب الوليدات الصغار ديالنا وهاد باش ما نبقاوش نشوفوهم صراحه لا في المستعجلات لا في غير صراحه نحاولوا نقصوا ما امكن من هاد النوع من الامراض لان كيجيني انا فيها واحد الوقايه كثيره يعني الا استعملنا الوقايه ممكن اننا نتفادوا هذا الشيء كامل وانتباه ديالنا الا ما قدر الله. اكيد مجموعه من الامور غنشوفوها معك دائما دكتور حنان واكيد كل مستمعين مستمعات اللي قدرتوا توصلوا معنا مازال رقمنا 0522 36 0536 على شاده اف ام. من جديد مرحبا بكل المستمعين المستمعات دائما على شاده اف ام. مرحبا بالتواصل والتفاعل ديالكم. فقرتنا نسول على صحتك اللي اكيد اليوم رفقه الدكتوره حنان بديع اللي كنتكلموا اليوم على اهم الامور او الامراض اللي كيقدروا يتعرضوا الوليدات ديالنا مع الدخول المدرسي. يعني خاص الامهات والاباء يردوا البال لهاد الامور كلها اللي درجناها اليوم من ضمنها التهاب الصحي اللي كيكون عند لي بيبي اولا ناس الصغار وكيكون حتى عند الكبار. غير هو شفنا اشارات ان ربما الانسان الكبير كيقدر انه يعبر على الالم على هذا الشيء اللي كيضره. الصغير الا ما رداتش الام اولا اللي مع الام اولا الاب اولا هادو كيكون واحد المضاعفات. انا تكلمت قبيله قلت لك حنا ما بقيناش بغينا نشوفوا بحال هاد النوع الامراض اللي فيها الوقايه قلتي لي ما غيكونوش المضاعفات. اجي نشرحوا هذه النقطه هذه. الوغ كيف ما قلتي جميله دونك ما يمكنش عاوتاني نحيدوا في مره لو كونتاكت ديال الاطفال مع هذه الامراض. دونك هذه الامراض انا عندي امل لا هو ما يمكنش عاوتاني نديروا الطفل في واحد لابول. اكيد اكيد ضروري من هذاك لو كونتاكت تماما. دونك هذا هو الدور ديال التلقيح. دونك لو كونتاكت غيبقى حيت الجراثيم كاينين فهمتي كاينين في الوسط الخارجي دونك كامل كاين. كاينين الناس اللي كيكونوا حاملين بعض الفيروسات او لا بعض البكتيريات اللي كيقدروا يعاديو ولكن خصنا اولا نجهزوا الطفل قبل ما نحطوه في مثلا في الحضانه او لا في المدرسه. دونك خصنا ضروري يكون الجدول ديال التلقيح ديالو محترم
محترم من طرف الاباء والامهات دونك يكونوا دايرين ليه الجلبات ديالو وثاني حاجه دونك خصنا نحميو الطفل من المضاعفات حتى الا كان اصابه بالمرض خصنا نحميو الطفل من المضاعفات دونك المضاعفات كنحميوها بالتشخيص ديال المرض وبالعلاج ديالو وثالث حاجه هي اننا نحصروا الانتشار ديال الامراض مثلا الام او الاب اللي شاف الوليد ديالو مريض وداه عند طبيب وعرفوا عنده واحد المرض معدي ما خصوش يصيفطوا للمدرسه باش ما يعاديش لينا اطفال اخرين دونك هادو هما الحاجات اما بالنسبه للامراض فهي بالعكس راه كتكون بعض المرات الا كانت الدوات مزيان وهذا كيكون بالعكس كاين انافونتاج لان الطفل كيبني المناعه ديالو ماشي غير كتقوى كيبنيها وعاد من بعد كتقوى الا كان ان دوزيام كونتاكت اولا اتصال مرة أخرى بنفس الفيروس راه ما كيقدر يدوز سهل ولا كيدوز وما كنحسوش به كاع مزيان دوك هادو هما الأمور اللي شرنا لها أجي نتكلموا على واحد النقطة أيضا اللي قلتي أن الوليدات حتى هما كاينة ولاحظتوها هو الإسهال علاش غنتكلموا عليه لان كيف قلت بزاف ديال الامهات ربما غيقولوا حيت كنربطوا بزاف حتى الإسهال من غير التغذيه من غير ربما جرثومة او لا فيروس كنربطوا حتى بالخلعه كنقول لولدي راه تخلع بالمدرسه اول مره غيمشي ليها جا داك الارتباك على مستوى المعده ديالو راه كنسمعوا بزاف د الحاجات كتسمعوا ما هي د الحاجات الخلعه حتى الناس الكبار راه كدير لهم اسهال وكدير لهم ارتباك على مستوى الجهاز الهضمي دونك كاينه اجي نشيروا اشنو الاسهال كاين شنو الحاجه والحده ديالو ربما مضاعفات ولا ما تشخصوا قلنا حاجه سهله وبدينا نعطيو الوصفات باش تقصح كرشك وهذا الشيء كامل الوغ الناس كاملين كيعرفوا ملي كتكون كيف ما كنسميوها حنا ليبيديمي اولا كنقولوا لها بالعاميه كاين ريح الناس كاملين سواء الكبار ولا الصغار كيكونوا كيتاثروا صوف كو دابا هاد الوقيته بالاخص الاطفال الصغار حيت الكبار كيكونوا اون جينيرال كانوا على اتصال بهذا الفيروس دونك عندهم واحد المناعه يقدر تجي المرض بواحد الحده اللي شي شويه خفيفه ولا يقدر يجي نهار ولا يومين وكيمشي ولكن عند الاطفال اللي ما دايرينش تلقيح ديال واحد الفيروس اللي سميتو هو لو روتا فيروس اولا اللي ما عمرهم ما تلاقاو مع هذا الفيروس كيقدر تجيهم دونك هذا المرض بواحد الحده اللي صعيبه اللي كتقدر توصل دونك الاجتفاف وكيخص ديك الساعات الاستشفاء ديال الطفل باش كندوزوا ليه بعض الادويه عن طريق الاورده دونك حاليا كاينه واحد دونك كيف ما كنسميوه ريح ديال الالتهاب المعده والامعاء لا غاسترو اونتيريت اللي كتكون فيرال هو واحد الفيروس يقدر يكون لو غوتا فيروس يقدروا يكونوا واحد لي فيروس اخرين كيعطينا التهاب على مستوى المعده وعلى مستوى الامعاء كيعطينا دونك في الاعراض كيكون مغص دونك الطفل كيبقى الا كان كيقدر يعبر كيقول لك كضروا كرشو الا ما كانش كيعبر غادي يبقى غير يبكي العرض الثاني هو الإسهال دونك الإسهال اللي كيكون بحال الماء دونك كيكون فيه واحد الرائحة شي شوية كريهة والحاجة اللي ما كتكونش فيه هو ما كيكونش فيه الدم داكو هاد العرض ديال الدم في الإسهال أولا بحال واحد الإفرازات بحال كنسميوهم بحال سباوات ولا هذا هادو كيكونوا خاص الأمهات يردوا لهم البال بزاف ملي كيبدلوا لاكوش لي زونفون ولا ملي كيديهم للمرحاض خصهم يردوا البال لهاد الخاصيات ديال الإسهال حيت كيقدروا يوجهونا للطبيعة ديال الجرثومة اللي كتكون دارت لنا هاد سميتو دونك ملي كيكون ديتراس ديال الدم اولا كيكون بحال الخنونه في هذا كنفكروا اكثر في واحد البكتيريات اما ملي كيكون اسهال غير بحال الماء كنفكروا في واحد البكتيريات ولا في بعض الفيروسات اللي كيقدروا يديروا لنا هاد المشكل العرض الثالث هو اللي قلنا القيء حيت كيكون الالتهاب على مستوى المعده كيكون المعده ما كتقدرش تهضم دونك اي حاجه كياكلها الطفل ما كيقدرش عليها كتجي ثقيله عليه دونك كيبقى كيرد هذاك سميتو دونك هاد العرض مهم بزاف دونك الا كان الطفل اي حاجه كلاها كيردها
خصنا نردوا البال بزاف. دونك يقدر حتى الادويه اللي عطيناها ليه عن طريق الفم غادي يردها، دونك ما غاديش يكون عندنا فعول، وغادي يكون حتى الماء الا كنا بغينا نديروا عمليه ترطيب ديال اولا ليدغاتاسيون ديال الطفل ما غاديش ننجحوا فيها، حيت هذاك الشيء اللي كيشربوا كيردوا واكثر كيرد حتى السوائل ديال الجسم، دونك كنزيدوا الحده ديال الاجتفاف. نعم. دونك في هذه الحاله خاص ضروري نديو الطفل عند الطبيب باش يقيم الحاله ديالو، دونك كيشوف واش ما كايناش واش وصل ولا ما وصلش الطفل لا ديزيدغاتاسيون اولا الاجتفاف، واش ما كاينينش واحد الاعراض اللي كتبين لنا انها دونك واش كاين شي تسمم، كاين غير تعفن دونك غير لو فيروس دونك غادي نقدروا غير نعطيو سميتو، ولا كاينين اعراض ديال تعفن بكتيري يعني خصنا نعطيو مضادات حيويه ولا لا، دونك حيت الفيروسات ما غاديش يقضيو فيهم المضادات الحيويه، دونك خاص غير لو تريتمون سيمبتوماتيك اي تريتمون ديال الاعراض. دونك في هذه الحالات دونك خاص ضروري الام ولا الاب او لا حتى المربي اللي كيكونوا كيدوزوا وقت طويل مع الاطفال يردوا البال لهاد الاعراض ويعلموا الاباء وعلى حسب هاد الاعراض خاص ضروري التوجه على وجه السرعه عند طبيب الاطفال ولا المستعجلات ديال الاطفال. شكرا بزاف. غير هو نقطه، بما ان كيكون عاوتاني بزاف ديال الفواكه وبزاف ديال الخضروات، كاين بزاف ديال الامهات والاباء ملي كيشوفوا الولد ديالهم جا اسهال او لما على مستوى المعده ديالو اولا شي حاجه كنقولوا لا راه كثرنا ليه من هاد الفاكهه اولا كلا من هادي اولا ماشي الوقيته ديال هاد الفاكهه يلاه بدات. هاد الشيء كنسمعوه بزاف من الامهات، فما ناخذوش دائما هو السبب الوحيد مي ردوا البال ان كاينين فيروسات وجرثومات اللي كيقدروا انهم يصيبوا الوليدات ديالنا عن طريق هاد الفواكه. مزيانه هادي، ولكن الفواكه واش ملي تنكثروا منها او لا حد كاين اللي كيقول لك لا راه ما تغسلاتش مزيان لا راه كثرتي منها لا راه هذا، انا تكلمت ان ما تكونش هو السبب الوحيد. بعض المرات حتى الا كثرنا منها ولا الا عطينا بعض الفواكه لبعض الاطفال حيت كيكون الجهاز الهضمي ديالهم باقي ما وصلش باقي فتي كيف كنقولوا باقي فتي باقي ما ماشي ماتور يعني باقي ما ناضش مزيان باش يقدر يهضم بعض الفواكه ولا بعض سميتو. وبعض المرات ماشي غير الاطفال الصغار حتى الناس الكبار، الا كان مثلا واحد الفاكهه موسميه واستكلناها في الموسم اللي ماشي الموسم ديالها راه كيقدروا يعطينا بعض الاضطرابات على مستوى الجهاز الهضمي. دونك ردوا البال لهذ الامور هذه. مازال نرجعوا نشوفوا شنو الحاجات الاخرى اللي مازال كتكون على الساحه يعني الطبيه بالنسبه للوليدات الصغار، واكيد حتى لينا علاش لا. رفقتك دائما رفقتكم المستمعين والمستمعات اللي قدروا يتواصلوا معنا دائما، رقمنا راه الاشاره 0522 36 0536 على شدايف فما زالي معكم خلال برنامج هذا الأسرة. أكيد فقرتنا الثالثة نذكر بها من دابا اللي غيكونوا فيها الشيوات، وأكيد اليوم اثنين فالأطباق الرئيسية مرحبا بالتواصل ديالكم وأكيد الآراء ديالكم علاش لا، وتقولنا أشنو وجدتي وأشنو الحاجات اللي حضرتوها في الويكند. أما دابا حنا باقين فقرات نسولوا على صحتك من خلال الدكتورة حنان بديع اللي كنتكلموا اليوم على الامراض اللي تقدر تصيب الوليدات ديالنا مع الدخول المدرسي. شفنا على مستوى القصبات الهوائيه والتنفس، شفنا على مستوى الامعاء، باقي الجلد. شنو الحاجات او الامراض اللي الاباء والامهات يردوا لها البال بهذه الوقيته هذه؟ شنو اللي طاغي؟ شنو اللي كاين؟ الوغ بالنسبه للاطفال الصغار دونك بين الامراض الجلديه اللي كتكون كثيره وكتكون معديه هو بوشويكه لا فاغيسيل. دونك حاليا دونك من الصيف كان لاحظنا انه كان ارتفاع واحد ارتفاع مهم في صراحه كان باين نسبه الاطفال اللي تصابوا بوشويكه. دونك الاغلبيه ديال هاد الاطفال كانوا ما دايرينش اللقاح ديال بوشويكه اللي ما داخلش في لو بروغرام ديال التلقيح ناسيونال دونك الوطني، ولكن كيقدروا يديروه الاطفال عند اطباء ديال الاطفال اللي دونك عند الاطفال اللي كيكونوا باقيين ما دخلوش المدرسه. دونك بوشويكه دونك اولا لا فاغيسيل كاع الناس كيعرفوها، الامهات تبارك الله كيقدروا يعرفوا ويديروا تشخيص غير بوحديتهم غير ملي كيشوفوا داك الحبوب اللي كيكون هكا مقمقم ومن بعد كيكون فيه شي شويه ديال الماء من بعد كتمشي داك هذاك الماء وكتبقى البلاصه بحال اللي محفوره. دونك الحبوبه ديال بوشويكه معروفه بزاف عندها واحد الخاصيات معروفين
والناس عامة كلهم كيعرفوها، غير هو هو مرض معدي بزاف. صح. عند الأطفال الصغار ما كيمثلش شي خطورة كبيرة، الخطورة كتقدر تكون إلا كان بعض المرات انتشار ديال الفيروس كيقدر يوصل لنا للجهاز العصبي حتى هو يقدر يدير التهاب السحايا، ولا بعض المرات كان كيف ما كنسميو لا سوغ انفيكسيون أو التعفن الزائد ديال البكتيريات فوق هذاك الحبوب ديال بوشويكا، ولكن كيكون سهل في العلاج ديالو. الحالة اللي صعبة هي عند الأشخاص البالغين، بوشويكا كتمثل الخطر عند الناس الكبار. الناس الكبار من واحد كبير لا كتجيه بوشويكا إلا ما كانش عمل لقاح في الصغر، إلا ما كانش دير بوشويكا في الصغر، ولا إلا ما كانش دير اللقاح بالأخص عند الناس اللي كبار في السن أو لا حتى زعما لي جون، كتقدر تكون خطيرة حيت كتقدر كتعطينا بعض الإصابات العضوية بالأخص دونك الالتهاب الرئوي اللي كيقدر يؤدي لنا حتى القصور الرئوي وما كيبقاش الشخص كيتنفس وكيقدر تؤدي الى الموت الله يحفظ. نعم. دونك خصنا نردوا البال، وفي هذه الفتره قلت لك ديال الصيف كان ارتفاع مهم في نسبه الحالات ديال بوشويكه كسوا عند الدراري الصغار ولا عند الناس الكبار. بالنسبه للامراض الجلديه كاين بوحمرون او الحصبه بالنسبه للاطفال اللي كيكونوا ما تلقحوش باللقاح ضد الحصبه او لا ما كملوش اللقاح ضد الحصبه. هو كاين، هو في مدرج في اللقاحات الوطنيه، مدرج بيسيو مدرج في اللقاحات، الاغلبيه ديال اللقاحات اللي كاينين مدرجين في اللقاح الوطني. كاين اللقاح ديال بوصفين لباتيت ا، هو اللي زايد اللي يقدر الاباء يديروه الاطفال ديالهم في لو بريفي عند الاطباء الخاصين، وكاين اللقاح ديال بوشويكا حتى هو، واللقاح ديال ديال الاش بي في او لا ديال سرطان عنق الرحم عند الفتيات. دونك مي سينو الاغلبيه ديال كلشي اللقاحات المهمه تم ادراجهم في جدول التلقيح الوطني. من بين الامراض الاخرى اللي كتكون جلديه اللي كتقدر تعادى في المدرسه، كاينين التعفنات البكتيريه اللي كيقدروا يعطيونا بعض الحبوب بحال مجلود ولا هذا، كيكونوا عند الاطفال الصغار كيبانوا بزاف ديك الوقيته ديال بالاخص مع الصهد اللي كتكون كترتفع درجه الحراره ولا هذا، كيقدروا يبداو يبانوا. فهو بعض المرات كيكون الطفل عنده شي حبوبه، بعض المرات كتقدر ترتق هذاك المحتوى ديالها، كيقدر يبقى فوق شي كرسي ولا فوق شي طبله، ملي كيقيسو الطفل الاخر كيقدر يتعادى حتى هو. ولكن اون جينيرال كيكون كتقدر غير المناعه ديال الطفل تقاومه، الا في بعض الحالات اللي كيكون سواء الطفل عنده صحيحه على قد الحال ولا مناعه ناقصه، او لا كيكون هذيك البكتيريا كتكون كنسميوها حنا فيغولونت بزاف، كتكون قبيحه. صح. نتي دونك واخا يكون كتكون مجهده، واخا كيكون الجهاز ديال المناعه انه مزيان، كتقدر تؤدي لبعض المضاعفات. دونك يكون انتشار ديال الميكروب على مستوى دونك الجسم كامل، كيدوز على في الدم، كيقدر يعطينا دونك بعض دونك بحال ديزابسي على مستوى بزاف، على بزاف المستويات في الجسم. نعم. دونك هذا الشيء اللي كاين خاص يردوا ليه الاباء والامهات البال، ردوا البال. وتبارك الله فاش صراحه بزاف المختصين حنان كانوا كيتكلموا كيقول لك فيروس كورونا علمنا اولا ان ما نجلسوا على بلاصه او لا شي بلاصه حتى كنعقموها ونمسحوها، نمشوا دائما في هذا الاطار. صراحه حاجات اللي هي زوينه تعلمناها اننا ما نقيسوش الاسطح او الابواب او الحاجات المشتركه حتى كتمسح حتى هاج، هذه راه حاجه زوينه، ما نقربوش نقيسوا شي بلاصه بلا ما نغسلوا يدينا ونقيسوا الوجه ديالنا او عينينا او هذا. حاولوا اننا نربوا هذه العادات في الوليدات ديالنا واننا نمشيو معه، ماشي فقط نقولوا انه فيروس او لا خفت الحده ديالو صافي ما عليه. اجي نتكلموا على الوقايه، الناس كلها كتبغي انها فعلا تحمي نفسها ولو بدرجه لي قليله، ومن ضمن الوقايه ايضا كنقولوا حنا التغذيه، تغذيه مهمه تربي المناعه ديالك، وهكذا كنجاوبوا على السؤال ديال سي سعيد.
تماما كيف قلتي. دونك التجربه ديال الكوفيد علمتنا ان الاجراءات الوقائيه دونك لي جيست باريير، النظافه ديال الايدي، النظافه ديال الاسطح، هادشي مهم في الوقايه ديال من المرض ديال الكوفيد ولكن من بزاف الامراض اخرين. دونك داكشي علاش ملي كنشوفوا واحد شي شويه ديال التراخي ملي كتفوت الموجه ديال الكوفيد كيبداو يبانوا لينا بزاف الامراض اخرين اللي في الوقيته ديال الكوفيد ما كانوش كيبقاو خاصه عند الوليدات تماما وحتى عند الناس الكبار. دونك بالنسبه للاجراءات الوقائيه دونك اول حاجه دونك لي جيست باريير واخا هما صعابين اننا نطبقوهم عند الاطفال الصغار ولكن على الاقل الاطفال صغار السن اللي سميتو نحاولوا نقصوا التنقل ديالهم مثلا في لي غراند سيرفاس وداكشي دونك حين حتى هما كيقدروا يكونوا دي فيكتور ماشي بالضروره هو غادي يمشي للمدرسه باش ينقل لينا ولكن يقدروا يكون عنده خوتو يكونوا عنده دي كوزان ديالو غادي هذوك الاطفال ويقدروا يوصلوا لينا المرض اللي كريش. حاجه اخرى دونك التلقيح. التلقيح دونك فهو واحد الاجراء وقائي اللي مهم بزاف اللي مكننا اننا نحدوا من انتشار بزاف ديال الامراض ونقصوا من الحده ديال بزاف الامراض بحال مثلا ما بقيناش كنسمعوا على الدفتيريا بزاف عند الاطفال اللي كان مرض مميت، ما بقيناش كنسمعوا على السعال الديكي اولا العوايه لا كوكلوش، ما بقيناش كنسمعوا بزاف على الكزاز اولا الشلل. دونك هادو امراض اللي تم بالتلقيح يا اما تيغاديكا يعني تم ما بقاوش تيليمينا وما بقاوش عندنا اولا نقصات الحده ديالهم وحتى ملي كيجيو كيجيو بواحد الحده اللي خفيفه شي شويه وكيجيو سهلين اننا نعالجوهم. الحاجه الاخرى وهي النظافه. الاطفال الصغار علاش ما ربيناهم غادي يتعلموا هذيك الوقيته ديال 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 التعلم هو فاش غادي نعلموه ان النظافه ديال اليدين ديال البلاصه اللي غادي تجلس فيها مهمه بزاف ماشي غير من الامراض اللي غادي تاخذ من المدرسه ولكن في الحياه العامه ديال صح فين ما مشيتي فين ما مشى. دونك الغسل اليدين ماشي ان ديك البلاصه راه ما منقياش اولا هذا ولكن انك كتفادى يعني اي احتمال لا واخا تكون البلاصه نقيه ولكن داك لو كونتاكت ما بين كيكون هذيك البلاصه هي وساطه ما بين الطفل المصاب والطفل السليم. دونك خصنا نعلموه الغسل ديال اليدين، النظافه ديال اليدين، ماشي غير نعلموه ولكن نعلموه كيفاش يغسل يديه، خاصو يغسل يديه بالماء والصابون ويغسلهم مزيان ومن بعد ينشفهم. ملي بغي يكحب ولا ملي بغي يعطس خصنا نعلموه انه ما يديرش يده على فمه، خاصو يدير المرفق ديالو اولا مشوار حيت الى قاس يديه ما غاديش يغسل ديك الساعه. دونك غادي يقيس في شي حاجه اخرى وغادي يكون ديك الساعه الطريقه غير مباشره لنقل العدوى. و دونك تعقيم ونظافه الاسطح دونك بالنسبه للاقسام او لا سميتو النظافه ديال الالعاب بالنسبه للحضانات والتهويه اكيد. بالنسبه للتغذيه دونك حتى هي مهمه بزاف باش كنقويو الجهاز ديال المناعه باش كيحافظ لينا على دونك الجهاز المناعي كيكون بيرفورمان. دونك التغذيه خاصها ضروري تكون متوازنه، ما كاينينش اغذيه اللي كنقولوا هذا غادي يحمينا من هذا المرض وهذا. دونك خاصها تكون غنيه بالفيتامينات دونك الخضر والفواكه ضروري خصي ياكلوهم الدراري الصغار واخا ما كيبغيوش خصنا نعلموهم انهم ياكلوا الخضر والفواكه تكون غنيه بلي زوليغو اليمون او لا العناصر دونك بحال النحاس بحال لوزانك. دونك كاينين بزاف الاغذيه بحال الفواكه الجافه بعض الخضر بحال اللفت كيكون غني بالنحاس اللي مهم في عنده دور مهم في المناعه ولا لي فيتامين بحال فيتامين سي لا فيتامين دي هما عندهم دور مهم في المناعه كنلقاوهم في بزاف ديال الاغذيه بحال الليمون الكيوي لي فروي الفلفله الخضراء. دونك بزاف الاغذيه اللي كيكونوا هكا غنيين بالفيتامينات اللي مهمه لجهاز المناعه. عارفه باقي في الجعبه ديالك كثير من المعلومات غنخبيوها المره الماجيه ان شاء الله. شكرا لك بزاف دكتور حنان بادي واكيد كل مستمعين ومستمعات اللي مازال غير جاو معنا مرحبا دائما بالتواصل ديالكم في الباقي من الفقرات من خلال 0522 36 0536 على شاده اف ام. خلال شاده الاسره مازالين معكم حتى
12 مجموعه من الامور الافكار كنشاركوها معاكم ومجموعه من الفقرات كلها في اطار الاسره المغربيه بامتياز. اكيد الازواج لهم نصيب والحياه ديالهم تكون حياه سلسه، حياه اللي فيها الحب وفيها الموده وفيها الرحمه واكيد مجموعه من الامور. سؤال ديالنا كان لكم من خلال صفحه رسميه شاد اف ام، واكيد نجوى ايضا خرجت للشارع المغربي باش تسول، او للشارع البيضاوي باش انا تسول بزاف ديال الناس. السؤال كان واش ملي كتخاصموا كازواج فين تتمشيو؟ واش كتحلوا المشاكل ديالكم بيناتكم وكيكون الحوار سيد الموقف، او لا كتلجأ الام ديالك الام ديالها لصحابكم لمن كتلجؤوا؟ هذا هو اللي غنسمعوه في الميكرو تروطوار دائما على شاد اف ام. المشكل خاصو يتحل ما بين الزوج والمراه ديالو، خاصو يحلوا المشكل بعضياتهم، حيت الا مشات تدخلت العائله يقدر يجي واحد يجي من العائله ديالو، كل واحد غادي يجي من الفرد الاخر. اللهم المشكل يتحل ما بيناتهم. كيفاش نحلو؟ تريحوا بالمفاهمه، نناقش انا وياه الحوار في الدار، نريحوا ندويو شنو هو درتي ونحلوا المشكل. الاسرار ملي تنتخاصم بيني وبين الراجل خصها تبقى بيني وبينه، ما نقدرش نخرجها للعائله. علاش؟ واحد الوقت غادي يقدروا يعيروني بها، هذاك الشيء تيكون بيني وبين راجلي، ما نقدرش نعاوده الا كنت بغيت العشره الطول. المشاكل ديالي بوحدي قاش نورمالمون انا والمدام ديالي فاش نتناقلوا ما تيكون معنا حتى شي واحد، دونك ما تنتسناو شي واحد اللي غادي يصالحنا. هي تتنازل شويه وانا تنتنازل شويه، ملي تنتنازلوا تيبرد فينا الدم، ديك الساعه تنبداو نشرحوا المشاكل ديالنا وتنخرجوا بحل زوين للطرفين. فاش كنت خاصم انا والزوجه ديالي كنفضل انني نحل المشاكل ديالي بيني وبينها، الا كان مشكل صغير، اما كان شي مشكل كبير وهادي وهادي كتمشي للدار ديالهم، حتى انا كنمشي تنتبع للدار ديالهم، خصني ندير المولين الدار ديالي باش يدخلوا عليها وهادي وهادي. الا كان شي مشكل ليه الحل، اما كان المشكل ليه الحل راه ما عندوش الحل. انا في نظري يعني كنفضل نحل مشاكلي الزوجيه مع راجلي بوحدي، ما كنصحش يعني ماشي غنقول لك ما كنصحش، كل واحد وطريقته، ولكن انا كنفضل ما ندخلش لا العائله لا والديه في مشاكلي. بالنسبه لي اختي انا ملي كنتخاصم انا ومرتي كنلتجأ للوالده ديالي، حيت الوالده ديالي في شي شكل ما كتعطيش ما كديرش فرق ما بيني انا والزوجه ديالي، كتعطي اهميه اكثر مني، حيت الوالده طيبه مع الزوجه ديالي وصافي، وكان في الاخر كنضطروا نتصالح. جميل صراحة، آراء اللي هي مختلفة واللي كانت صريحة صراحة من خلال الناس اللي سمعناهم. شكرا جوا على استياقها وأكيد التعليق، وأكيد باش أننا نخرجوا بطريقة مزيانة وسلسة أيضا في مشاكلنا الزوجية. كتحضر معنا الكوتش نادية عمار اللي هي كوتش في التنمية الذاتية وتحقيق الأهداف. أول شيء صباح النور. صباح الخير لجميع، تقرب الميكرو عافاك انت بنت الدار. صباح أمورك هانية الحمد لله، الله يبارك فيك، اللوك ديالك ما شاء الله كيف العادة دائما. شكرا شكرا، دائما الالوان المبهجه والزويونه والتوندونس ايضا، تبارك الله عليك. الله يبارك فيك. صباح الخير المستمعين والمشاهدين ايضا على جلة. قبيله سمعتي معنا الاراء ديال مجموعه من الناس، وكيجاوك بعدا الاجوبه في الصميم. الناس واعيه فاهمه انه المشاكل الزوجيه هي مشاكل خاصه، ما كنحلوش الا مشينا حتى الاكثريه المشاكل اليوميه الصغيره وداك الشيء اللي كنتعايشوه، الا مشيتي تحليتي الباب ديال الشكوى مع العائله مع الاصدقاء، يعني كتحل الباب ديال الاراء ديالهم، والا ما درتيش بالاراء ديالهم كتولي عندك مشكل زوجي ومشكل مع العائله. صح. ومع الاصدقاء. جميل. وسمعنا الاراء ما شاء الله، يعني كثير من الناس اللي كاين اللي مشى فيغ ديال ان المشاكل الزوجيه من الاحسن انها تحل، وكاين الناس اللي كانوا حل وسط، قالوا ملي كتكون مشاكل اللي هي بسيطه ممكن نحلوها مع بعض، ولكن ملي كتكون مشاكل اللي هي كثيره، وخاصه يعني السيد الاخير فاش تكلم قال انا كندي الام ديالي. ولكن راه حدد على ان الام ديالو ماشي محايده، يعني كتعتبر حتى العروسه ديالها بن مرات ولدها لانها بحال كتحاول انها تكون في النص. هذا هو الحاجه اللي ما كتلقاش دائما. صح. هو انك فاش كتمشي لعند العائله ديالك ما كيكونوش محايدين، كيكونوا معاك كيسمعوا ليك، تيكونوا معاك قليل فاش كيعطيو الحق للطرف الاخر، يعني حيت انت فاش كتمشي كتشكي بواحد كتدخل الامور فوالا كتبكي وكتزيد فوالا، يعني تقدري تزيدي شي حاجه وتنقصي شي حاجه
طلع. ومن بعد انت كترجعي وهو كيرجع والعائله كتبقى عندها واحد الفكره سلبيه. الوغ فكره سلبيه على هاد النوبه على ديك النوبه على ديك النوبه كتوقع كيوقع تما واحد الابتعاد على ديك الشخص اللي من بعد كيولد مشاكل. بصح كوتش نادية تكلمتي على هذه النقطة أن بعض المرات كيتصالحوا اللي مخاصمين كيتصالحوا وكيتخاصموا اللي يدخلوا بيناتهم هما اللي كيوليو ما مزيانينش هما اللي كيوليو دخلوا في شي مسائل اللي ما خصهمش يدخلوا فيها. هادشي علاش خاصنا نبعدوا العائلة وخاصنا نبعدوا الأصدقاء وقبل ما نهضروا على المشاكل على شكون غادي يحل لنا المشكل نهضروا شوية على شنو هما الأسباب ديال المشاكل الكورونت اللي كيدوزوا منها لي كوبل والأزواج اون جينيرال. بعد المشاكل كاين الغيرة كاين التعلق هضرنا على التعلق على انه الانسان كيبقى متعلق بهذا كاين نقص التواصل حنا كنعتبروا ديك الزوج ولا ديك الزوجه واحد الحاجه ديالي صافي راه جالسه في الدار هو معايا جالس في الدار هادي ديالي التواصل ما كنتواصلوش بالشكل البناء باش كنكونوا في علاقه سليمه وصحيه. والروتين الروتين اللي كيقتل صح الروتين اللي كيقتل الازواج كيقتل لي كوبل كيقتل اي علاقه الحياه يعني من بعد نهضروا على كيفاش نلقاو الحلول. كاين الحاله الماديه حتى هي كتلعب دور كبير في المشاكل ديال الازواج وكاين قله الاعتبار يعني بحال اللي قلت لك قبيله ديال الراجل بحال دابا كيطلع بالناس وكيهبط بالمرأة ديالو أو العكس أو العكس المرأة كتطلع بالناس وكتكبر بالناس والراجل ديالها صافي راه راجلي دمر راسو فهمتيني هذا كيبقى هادو هما المشاكل الكبيرة واللي كتعاود في ما بين لي كوبل وما بين الأزواج. ضيف على ذلك يعني ان كاين بزاف الازواج مثلا الزوجه كتبدا تطلع بخوتها مثلا ولا العائله ديالها شوف خويا اشنو دار لمرتو شوف خويا اشنو هذه المقارنه حتى الزوج حتى هو يا شوف انا مرت خاي ولا شوف خويا ولا شوف هذه ولا شوف هذه هاد المقارنات فريمون حنا كن المقارنات وقلت الاعتبار ديما ما كنعترفوش بالاخر ما كنعترفوش به وما كنكبروش به كنعتبروه هذاك مكتسب صافي كاين راه كاين راه كاين راه كاينه صافي ما كنديروش مجهود باش كنطلعوا به باش كنعطيوه الاعتبار ديالو باش كنعطيوه مسائل اللي كيستحقها. جميل. نقط اخرى مازال غنشوفوها معك واكيد مازال فاتحين باب الحوار ايضا حتى مع المستمعين اللي يقدروا يتواصلوا معنا باش انهم يسمعونا الاراء ديالهم على الرقم ديالنا اللي هو 0522360536 وحتى على الصفحه الرسميه تشاد اف ام نزلنا لكم بوست باش تشاركونا الاراء ديالكم حتى نتوما ملي كتخاصموا كازواج لمن كتلجؤوا واش كتلجؤوا للعائله للاصدقاء او لا كتحلوا المشاكل ديالكم بوحديتكم. اكيد سمعنا مجموعه من الاراء ايضا اللي صبت كلها في نطاق ديال كانت مشاكل بسيطه نحلها مع الزوجه ديالي كانت مشاكل كبيره نقدر نلجأ او لكن الناس اللي تقول لك دوك المشاكل كتشكل بحال مثلا يعني اسرار فكاينين بزاف الناس اللي تيقول لك الا مشيت بمجرد اني نعرض مشكل راه كيتسمى بحال اللي عرضت واحد السر سر والمشكل ما بين الأزواج ما كيكونش دخل فيه شحال من حاجة دخل فيه المشاعر دخل فيه الأحاسيس دخل فيه الإنجذاب دخل فيه شحال من حاجة يعني ما يمكنش نطلبه من شي حد براني ماشي براني شي حد خارج من هذه العلاقة يعطينا واحد الرأي ديالو ألوغ كو هو الرأي غيعطينا رأي منطقي والعلاقة الزوجية والعلاقة ديال حيت علاقة زوجية هي علاقة حب وفي الحب ما كيكونش المنطق بعض الخطرات يعني من الاحسن الانسان يتفادى وكاينه السيده هنا كتقولنا هو ما بين المشاكل اللي كاين هو انعدام الرحمه والموده ما بين ومعنى هذوما الاشياء اللي توصى عليهم هو كيتوصى على الرحمه والموده ما بين الازواج. نعم انا ربما كل واحد كيقسم او لا كيقيس الموضوع على حسب التجارب ديالو الحياتيه فمرحبا بهاد التجارب هذه من خلال التواصل معنا على 0522630536 ممكن تسمعونا الاراء ديالكم كذلك كيف قلت حتى كتابه من خلال التعليقات ديالكم على الصفحه الرسميه. انا نجي نتكلموا على واحد النقطه هاد المشاكل هادو ديال اليوم واش فعلا كتسمعيها عندك كوتش واش الناس كتجي على وديتها واش كل اللي كيجي اكثر واش كيجيو النساء ولا كيجيو الرجال
طبيعه الحال كنسمعوها كثيره كثيره بزاف، والاكثر اللي كيجيو هما النساء. علاش؟ على داش النساء ماشي غنقولوا بلو سونسيبل، ولكن كيبغيو يلقاو حل، كيبغيو يعيشوا بسلام اكثر، كيبغيو يلقاو في هذاك البيت ديالهم وفي الزوج ديالهم المملكه ديالهم، يكونوا عايشين في واحد السلام، كيبغيو يلقاو حلول. كيحاولوا يديروا مجهود اكثر باش يلقاو حلول. ونهضروا على الحلول من بعد، نهضروا على الحلول طبيعه الحال، لان اكيد الموضوع ديالنا كيستدعي اننا نطرحوا المشكل ونلقاو له حلول، ونحاولوا نمشيو مع يعني مع الراجل ومع المراه، لان اكيد هذوك هما اللي كيشكلوا الاسره، كيشكلوا واحد الحياه اللي ماشي واحد ديال زوج الناس، واكيد منهم الاسره. فوالا، وهذا الشيء كله رفقتك دائما الكوتش ناديه عماري، واكيد كل مستمعين مسمعات اللي يقدروا يتواصلوا معنا، رقمنا راه الاشاره من الان 0522 36 0536، دائما على شاده فام. تحدثوا اليوم من خلال طرحنا السؤال، واش ملي كتخاصموا كأزواج، يعني الأزواج، واش ملي كتخاصموا كتلجؤوا لشي حد من العائلة، الأصدقاء، شي واحد كتثقوا فيه أنه يحل المشاكل ديالكم، أو لا كتحلوا المشاكل ديالكم مع بعض، سواء كانت مشاكل صغيرة أو لا كبيرة. سمعنا مجموعة من الآراء صراحة، كاين اللي كان معه، كاين اللي ضد، كاين اللي مشى مع أنه فعلا المشاكل خاصة تحل بين الكوبل كيف بدات بين الكوبل، وكاين اللي كيعتبرها ان اصلا ما خاصهاش تخرج، وكاين اللي لا. وشفنا مع الكوتش نادي عماري اللي هي كوتش في التنميه الذاتيه والتحقيق الاهداف، اليوم الهدف ديالنا جميع اننا نخرجوا من هذا الزوبعه فنجان. يعني انا بعض المرات كنديروا مشكل من لا شيء، وكنمشيو نلجؤوا لعائلات ونبكيو عليهم ونتغبنوا ولقاو لنا الحل، ولقاو لنا الحل، راه ما كنديروش به دائما. من بعد كيولي التضامن ديال العائله معاك، ما كيبدا يتلاشى شويه بشويه، على وداش هما يعني بحال اللي قلت لك تياخذوا الموضوع بطريقه منطقيه، الوغ كو هو العلاقه الزوجيه ما فيهاش منطق، ما فيها حتى شي منطق، فيها واحد الاحاسيس، فيها المشاعر، فيها الافكار، فيها انا وانت، ما كاينش طرف ثالث. نعم، حنا بغض النظر الناس كتبغي تلجئ للطرف الثالث، فكثير مرات ملي كتحس راسها مظلومه مثلا كتقول لك لا انا اللي غياخذ لي حقي العائله ديالي، او لا اجي نشهدوا شي واحد انت اللي بغيتي. ولكن في كيكون المشكل ماشي غير العائله، كيكون المشكل ملي كتبدا لهاد المواضيع كتجبد في قهوه مع الصحاب مع الصحابات، حليتي الباب، حليتي واحد الباب على ان كتدخلوا بحال باب الدار الا خليناها محلوله، اللي جاي يدخل اللي جاي يدخل. اذا الا انا مشيت وطرحت واحد الاشكاليه، واحد المشكل، واحد الحاله، يعني حليت واحد الباب، اي واحد عنده الحق يدخل ليها، او اي واحد عنده الحق يعطي الاراء ديالو، اي واحد عنده الحق يهضر فيها من بعد. صح، كنحل واحد الباب اللي هو صعيب من بعد انني نسدو. والحدود، حدود مهمة 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 في هاد العلاقات وفي المشاكل الأسرية. وكاين شي أخطاء اللي كيديروها لي كوبل والزوج والزوجة، اللي هي مثلا كيكون نهار الأول بان لك شي مسألة في الطرف الثاني، وكتقول ومعليش أنبدا ومن بعد غنبدل، فوالا نجوجو ومن بعد غيتبدل، أو لا نجوجو ومن بعد غتبدل. ما كنبدلوش الاشخاص، كناخذوا الشخص كما هو، ما كندخلوش لواحد العلاقه. والاكثريه الا كانت شي حاجه كبيره ماجي جاتك الضحكه، لا حيت عرفتي علاش؟ حيت كناخذوا، حيت العلاقه الزوجيه راه كتاخذ الزوج او باك، راه ما كتقولش بكل ذاك بالعائله بكل شيء، راه ما كتاخذش فرد بوحديتو. فوالا، كيكون الوضوح، كتكون الحوايج باينه. ما كنقولش وبلاتي نتزوج ولا ندخل مع هذا السيد ولا ندخل مع هذه السيده في علاقه زواج ومن بعد نبدل. نعم، واحد المثل المغربي سمحوا لي، ملي كيقول لك النهار الاول يموت المش، راه بالعكس هذيك العلاقه الزوجيه راه مبنيه على بزاف ديال الحاجات. دونك نخليو هذا القيل والقال ودوك الامثال وغيرها، لان في كثير من المرات ما كتنفعش في شي حاجات، بالعكس خاص دائما ذاك التوافق والتواصل، وخاص بزاف ديال الامور. وراه الراجل اولا المراه راه كتخدم عائلتها بكل شيء ليها، بزاف ديال الحاجات، الحمولات اللي تربات عليها واللي تربى عليه. جميل، ناخذ مكالمه اللي سمعتي على 0522 36 0536. لا خديجه من الصويره، السلام عليكم. خديجه جميله، كي دايره لاباس؟ الحمد لله ربي يحفظك، لاباس عليك؟ كتسمعيني مزيان؟ يعني كنسمعك مزيان. كي دايره لاباس عليك؟ الحمد لله ربي يحفظك يا خديجه، كلشي بخير اللهم لك الحمد. خديجه شكرا بزاف اختي جميله على هذا البرنامج. بالعكس، مرحبا 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 بك. بغيت نسمع معكم قصه. انا اولا ما كنتخاصمش انا والزوج ديالي، مزيان كنحلوا المشاكل بيناتنا. انا لمده شي 10 سنين حنا مجوجين تبارك الله، عندنا ثلاثه ديال الوليدات، وما عمرنا شي مشكل وقع زعما. حتى دوك المشاكل الصغار كتحاولوا تحلوها مع بعض؟
كنحلوها مع بعضياتنا وما كندخلوا لعائلته هو لا عائلتنا حنا. نعم، وهو تا هو غادي معاك في هذا النهج كيقول لك ما ندخلوش العائله، اجي نحلوا المشكل، اجي نغضبوا شويه ونعاودوا نتصالحوا مع عليه. لا راجلي زعما الله يعمر عليه الدار زوين بزاف وقلبه كبير وما ما يدخل حتى شي واحد زعما ما يشكيش بيا وما كنشكيش به. الحمد لله. بصراحه الله يخليكم ديما هكذا. شكرا لك بزاف. نعم لاله. ساكنه مع الوالدين ديالو في الدار. الحمد لله ما كنخسر في رزقهم حتى هما كيخسر فيا خاطر. جميل جميل جميل، الله يخليكم ديما هكذا ان شاء الله وتبارك الله عليك. امين اختي جميله والله يخلي لك المهمه. يا ربي امين يا ربي امين. شكرا لك بزاف لاله خديجه. جميله نتبعك يوميا من الخميس. شكرا لك الله يحفظك. شكرا وشكرا على التتبع ديالك والله يحفظك ويخلي لك الوليدات ديالك. جميل خديجه تكلمت على ان تدخل المشاكل بسيطه كتحلهم، ولكن نتكلم على خديجه. خديجه بحال بحال بزاف ديال السيدات اللي ساكنين مع الحما مع ام الراجل كيف كنقولوا، فهنا بزاف اولا العدوزه كيف كنسميوها، فبزاف اللي دائما كيمشي تيقول لك لا انا لسه كنت مع دار الراجل اللي غيكونوا دائما المشاكل. علاش دائما كنسبقوا الخيب؟ علاش كنقولوا دائما غيكونوا المشاكل لسه كنا مع العائله دار الراجل؟ هنا كنرجعوا للنقطه اللي هضرت عليها قبيله، هو اننا كان في الاول كنقبلوا بشي مسائل كنقولوا نتزوج بعدا ويحل الله من بعد غيشري لي من بعد غيفعل لي من بعد غيترك لي. كندخلوا بواحد الافكار شويه مختلفه اللي من بعد ما كنلقاو عليها مشاكل، وماشي دائما كيكون مشكل فاش كتكون عايشه مع عائله الراجل. حتى شي حاجه ما كاين حتى شي حاجه ستوندار، يعني الواحد كيواكب الواحد كيدخل بنيه مزيانه كينوي الخير باش ان شاء الله كيلقى الخير. جميل هذه النقطه هذه كيف قلتي. ربما في بزاف ديال المرات هذا كان سؤال طرحته شحال هذه، وفعلا القصده ديال ان كاين بزاف اللي تتقول لك ان الراجل ما وفاش بالوعد ديالو. انا مثلا تيكون يقول لها انت غنسكنوا هذه المده مع دارنا، ولكن بعد راه هذا، ولكن ما تنسيش انا بعض المرات الظروف او تاتي الرياح بما لا تشتهي السفن. وفي كثير مرات ان يقدر هو يوعدك انك تسكني مع هذه المده، ومن بعد من الظروف الاقتصاديه فوالا تواصل تواصل البناء، تواصل الصحي، تواصل بالمودة، تواصل بالحب. راه كل شيء كيكون على عينك، كل شيء كيكون على عينيها، كل شيء كيكون على عينه حتى هو. توا إلا شاف أنه وعد وأن الزوجة ديالو كتعيش بشي ظروف ماشي هي هذيك، توا خاصو هنا كنرجعوا لديك إعادة الاعتبار. صح. يعني العلاقات الزوجية راه ماشي بحال العلاقات الأخرين، مبنية على المودة، على الحب، على التواصل، على شحال من مسألة. راها ستون غولاسيون نوبل، ماشي شي حاجه ديال صاحبتي صاحبي زعما فوالا المعاملات اليوميه ولا شي حد كنعرفو في العمل وصافي بسلامه بسلامه. راها العشره والعشره عندها واحد القوانين، والقوانين ديال العلاقه الزوجيه كتبنى في الاول. يعني كنحطوا لها واحد لاباز وكنبقاو غاديين وكنبنيو كنبنيو بحال واحد العماره كنبنيو الساس، ومن بعد كنبقاو غاديين بشويه بشويه. والحاجه اللي انا كنأكد فيها دائما وابدا عندك في البرنامج هو انها العلاقه الزوجيه ماشي مكتسب، ماشي يعني ماشي صافي هذيك المراه ديالي صافي نتعامل كما بغيت، هذاك الراجل صافي راه راجلي صافي كما بغيت. كاين ديما الموده والاحترام والتواصل، ونعبروا على المشاعر ديالنا، نعبروا على الافكار ديالنا مع الزوج ديالنا ومع الزوجه ديالنا، باش كنكون تما واحد الانسجام. صح. واحد كيعرفني شنو في بالي، شنو كنطمح، شنو باغي نوجد، شنو المستقبل، شنو الماضي، شنو الاحاسيس. الاحاسيس راه مهمه، ماشي عيب ان الواحد يعبر عليها. كنهضر هنا اكثريه على الرجال. صح. النساء كيعبروا بكل طلاقة، الرجال بعض الخطرات كيعتبروا أن التعبير على المشاعر على الأحاسيس ضعف. ماشي ضعف. صح. بالعكس. صح. هو نقطة قوة، وقوة كبيرة اللي انت الانسان هو اللي كيحس بها ولا عبر عليها كتسهل شحال من حاجه. اكيد ربما احنا ديما تنقولها حتى في الدارج ديالنا، تنقولوا انا مثلا كلمه كنحبك او كنبغيك كتجي صعيبه انك تنطق بحال كلمه عزيز عليا او لا عزيزه عليا. راه ملي كتسولي بزاف الرجال او النساء تقول لك عزيز عليا راجلي او عزيزه عليا مرتي، ما كيقدرش او ما كتقدرش كنبغيه او كنبغي ولا بالعكس حلالك. فممكن انك تقول هذه الكلمات وفعلا انك تنطق تسبب بزاف ديال المشاكل. كلمه جوج حروف كتحيد عليك بزاف ديال المشاكل. مازال نرجعوا معك الكوتش ناديه ماري ونشوفوا الحلول باش ان الناس ربما اللي كتخاصم وصافي وكتسد الباب من الاول كتقول لا لجؤوا للناس الكبار، لجؤوا لشي حد لان انا ما غاتثقش فيا او لا ما غاتثقش فيا. الناس الكبار كنلجؤوا ليهم، ولكن في شي حوايج اللي استعصت الحل ديالنا وحاولنا وشي حاجه ثقيله ماشي
ما جابش ما فعلاتش ما تركاتش ماشي الاشياء البسيطه. ممتاز. مازال نرجع لكم اكيد مرحبا بالتواصل ديالكم مازال على 0522 36 0536 على شهاده اف ام. كي ناخذوا قبل مروه من الدار البيضاء. مروه السلام عليكم. مروه عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. عافاك رفع الصوت ديالك شويه باش نسمعوك بوضوح. مروه مزيان. وي كنسمعك تفضلي. المهم اختي بالنسبه للموضوع اللي طرحته ديال الالتجاء لمن كتلتجؤوا في المشاكل. واه اختي مثلا انا الزوج ديالي كنحاول انني نتفاهم معاه الراس في الراس ولكن هو ما عندوش ديك الثقافه ديال الحوار ديك الثقافه ديال النقاش ديك الثقافه ديال نجلسوا اطابلو نهضروا ونناقشوا الموضوع. فحتى مني انا مثلا كيوقع لي المشكل وكنبغي نلتجئ للافامي ديالي ما عنديش الفرصه باش نلتجئ ليهم وباش نقول ليهم شنو كاين. فهمتيني يعني عايشه صراحه في واحد الضغط. شحال وانت مزوجه مروه؟ هذه تقريبا 4 سنين. 4 سنين. 4 سنين ما عمركم جلستوا مع بعض ما عمركم حاولتوا تفاهموا ما عمرك لجئتي لشي حد من لافا؟ نعم تنحاول انني ندير هذه الخطوه تنحاول انني نجرو عندي ونجلسوا اطابلو نهضروا ولكن جو بونس كو فارق السن حتى هو كيلعب دور كبير. فوالا نعم. عندك لها شي سؤال؟ لا مروه السلام عليكم. السلام دكتوره. معك الكوتش ناديه مرحبا. الو هاد المساله هادي في ايام الخطوبه فاش تعرفتوا فاش كنتوا كتعرفوا كانت هاد المساله انه الحوار ما كانش. لا ما كان. فوالا يعني من البدايه. اذا من البدايه هاد النقطه هضرنا عليها على اننا كنكونوا باين لنا شي مسائل باين لنا شي حوايج وكنقول راه من بعد غادي يتبدل. هادشي اللي كنتي كتقولي غيتغير ياك؟ صح. ما كيتغيرش الانسان يعني فاش كناخذوا واحد الانسان كناخذوه باكيج يعني انسان ما كيتحاورش ما كاين اللي ما عندوش القدره ديال التحاور. يعني هنا كيكونوا عندنا وسائل واحده اخرى باش كنتعاملوا مع هذا الانسان على ود ما تحاورش معك ما يتحاورش مع العائله. نعم وعاد غادي يكبر المشكل. يعني هنا كيكون الحوار ما كيكونش حوار هنا كيكونوا دي جيست كيكونوا دي شي تصرفات من عندك اللي كتحاولي انك تبيني الرغبات ديالك والمشكل باش فين كاين من غير الحوار حيت الحوار هنايا كاين الناس اللي عندهم بلوكاج وعندهم عائق مع الحوار ما كيقدرش انه يجلس ويتحاور معاك ويمشي ويدي يجيب معاك في الهضره. نعم مروه غتبقاي معنا في الاستماع لان دابا غنشوفوا الحلول مع الكوتش ناديه عماري اننا نشوفوا الحلول بالنسبه للاشخاص ربما اللي كيف قلتي كاين الناس اللي هما ماشي ما تيبغيوش يتحاوروا ولكن لانهم ما موالفينش ما عندهمش القدره على الحوار. فوالا دونك الحلول مش اننا نخرجوا بحال سلمي. ديما انا عندي الحلول. مرحبا بالعكس مرحبا مرحبا اكيد. الوغ هي اننا نحاولوا فاش نكونوا في علاقه ديال الزواج اننا فاش يكونوا المشاكل فاش يوقعوا الخلافات اننا نرجعوا نهضروا مع راسنا بعدا نكونوا واضحين وواقعيين مع راسنا واننا نحاولوا نرجعوا ديك الانسان الاول. حيت شنو اللي جذبني لديك السيد وشنو جذبوا ليا هو ديك الشخصيه اللي كانت فيا وديك التصرفات اللي فيا النهار الاول. دونك نحاول انني نسترجع ديك الانسان الاول اللي كانت كتعجب وكنا الحمد لله لعلو بديتو تزوجنا لعلو بدينا تزوجنا هذه الحاله الاولى. الثانيه هي تحاور وتواصل البناء. يعني نديروا واحد النهار في الاسبوع كنجلسوا كنهضروا بلا غوات بلا صداع بلا حتى يكون مشكل نهضروا اش نقول لك هذه السيمانه لاحظت هذه وهذه شنو بان لك علاش هذه علاش التغيير علاش هذا شنو بان لك نبداو نديروا هذه في عوض هذه. هنا كيكون تواصل بناء وصحي ومفيد وغادي لقدام بالعلاقه. النقطة الثالثة هي الروتين اللي هضرت عليه. أكيد. هو خاصنا نخلقه ونحطو زعما اوبليغاتوار اننا نديرو واحد الروتين ونبداو نديرو شي مسائل اللي كنقومو بها بجوج بينا اللي كديرنا المتعة في الحياة وكديرنا واحد الاستمتاع وكديرنا واحد النفس جديد في العلاقة. ممتاز. ناخذو عبد اللطيف من تطوان. عبد اللطيف السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. مرحبا سيدي تفضل. كيف نتوما لاباس عليكم؟ على خير. يحفظك شكرا لك. الحمد لله. الحمد لله. بغيت انا نحكي لكم على واحد التجربه. تجربه ديالي. مرحبا.
الحمد لله متزوج تقريبا 23 سنة إن شاء الله العمر كله. ياك الحمد لله. هاد 23 سنة كانت على ثلاثة المراحل. المرحلة الأولية كنا كتعرف السنوات الأولية كيكون واحد الحميمية في الزواج وواحد الثقة وواحد ياك. ومن بعد جات أمور سماء أمور مادية وهذا وعلى أمور مادية شوية بحالي أنا تبدلت من ناحية مشاعر المادية أيوة ما تبدلت وما كنتش كنفهم بالزوجة ديالي هي كتبان لي الزوجة ديالي كانت واحد الإنسانة واحد الإنسانة يعني طيبة طيبة بزاف ماشي زعما أنا أنا كنقدر زعما نقول فيها سبعة النساء نعم مرحبا من ناحية الأخلاق ديالها كتربي وليداتها تبارك الله وصلوا للجامعة واحد الانسانه ما كديهاش في شي واحد كديها في الدار ديالها وليداتها وكتحافظ ما تقول حتى شي كلمه خايبه من الدار ما تقول حتى شي حاجه ولكن انا كيطلع لي واحد الطريق بديت بحال اللي كنفطم براسي شويه كتعصب بديت كنبعد شويه بشويه بشويه واخا كتهضر معايا وكذا هذا بحال اللي ما كان نعطيش ديك الكلام ما كتهتمش ما كتهتمش ما كنهتمش ما كنهتمش ودابا هذه تقريبا هاد ثلاث سنين هذه في طنط ولا حسيتي كيف كنقول حنا بالدارجه عقتي ان كاين مشكل لا ماشي مشكل حسيت بان انا كنقدر كنخون مراتي بواحد الطريقه ماشي كنخونها ماشي كن حنا كنعرفوا بان واحد الانسانه اذا كانت طيبه والخلق ديالها فيها جميع الصفات ديال المراه وانتينا كتنظر مثلا غير واحد النظره بشي واحد هيدا ولا هذا كتفطم انا كنفطم كنقولتو هذه مسكينه مضحية وهذا الشيء كامل بهذا الشيء كامل وانا شو كنعمل لها نعم الطريقة اللي كنستعمل معها في هذا الجانب هذا نعم وهذه هذا جوج سيمانات ساعدت عليها على حساب واحد العمل وسبحان الله ديك الابتعاد ديالي اللي كان عليها ما بقيت واحد بقيت كنفكر بزاف كنبقيت كنفكر كنقول شو هذه الإنسانة كيفاش عدبت معايا بهذا الطريقه ديالي وبهذا التصرفات ديالي من جميع النواحي سي عبد اللطيف انا ما بغيتش نقاطعك صراحه ولكن حيت الوقت حنا يعني بالوقت اليوم نتايا كتحاول انك تقلب على حل باش انك هاد السيده هادي ما تضيعش المشاعر ديالك معاها بزاف ديال الامور ياك سي عبد اللطيف لا ماشي 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 حل حنايا مع بعضنا حنايا مع بعضي انا بوحدي نعم بديتي كتفطن انك مقصر ايوا عندنا الجواب قراءه بان هاد الانسانه هادي ما نلقاش في حالها واخا ماشي ما نلقاش في حالها لان واحد الانسان كنعرف المجتمع واحد درايه نعم واضح الاول حتى الاخر واضح افطنت بها بان واحد الانسان عنده واحد القلب ما صرح الله اللي عنده شي امراه نعم وما كانش كيعتني بها صراحه الله تقدير واضح شكرا لك بزاف الوقت صراحه دركنا بزاف مع المكالمه سي عبد اللطيف ولكن نحاولوا ناخذوا الحلول سريعا شنو الحل اللي باقي مازال نكملوا في الحلول هو الروتين ما نديروا شي حاجات مع بعضياتنا سي عبد اللطيف هو انه يختاروا روتين يبدلوا في الروتين انهم يحاولوا يجددوا في الحياه ديالهم وكنبتعدوا على الضغط في حل المشاكل شي كاين مشكل ما كنديرش واحد الضغط باش كنحل المشكل خاصو يتحل وصافي لا نلقاو ليه وقت والحياه الزوجيه هي عباره عن امتحان ديال الصبر ماشي سهله الصبر على وداش هو المفتاح ديال تخطي المشاكل نحل مشاكلي نحل المسائل اليوميه اللي كندوز راه كل نهار كيكون بالحلو ديالو بالمر ديالو الا ما كانش عندي الصبر وما كانش عندي نكبر عقلي نكبروا عقلنا في العلاقات الزوجيه والسي عبد اللطيف بغيت نقول له انه هنا كيدوز من واحد المرحله ديال انه الزوجه ديالو كيعتبرها مكتسب يعني اكي ديالي راه له واخا هو كيشعر انه كيحس بانه مفرط ومقصر ولكن الداخل ديالو اللاواعي كيقول له هذيك راه ديالك لا واخا راه ديالك راه نقطه على نقطه على نقطه كيفيض الكاس واحد النهار يقدر يفيض الكاس من ناحيتها على شي حاجه بسيطه اذا تفادى هذا الشيء وتغاضى على والحمد لله راك واعي يعني دابا حاول انك تجدد في الروتين ديالك ممتاز كنشكرك بزاف الكوتش ناديه عمري انت كوتش في التنميه الذاتيه وكذلك تحقيق الاهداف شكرا لك بزاف على الحضور ديالك وهذا الوقت كله اللي عطيتينا